أنا مقدرة تماما الحزن اللي حضرتك فيه، وعارفة قد إيه الغدر والندالة قاسيين، لكن هتقولي إيه بعد لكن؟ اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلى. أنا أصلا مش من هنا، إحنا يا دوب بقالنا سنة هنا، جينا لما مشيل دخل الجامعة قلنا هو نبقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير. هل حضرتك من فين؟ أنا اسكندراني أبا عن جد. شوفي يا ليلى، الإسكندر الأكبر لما جاي يبني الإسكندرية المهندسين بتوعه قالوا له نبنيها منين لفين، البحر واسع ملا كفه بدقيق شعير، ورماه على الأرض رسم لهم شكل المدينة تبقى إيه. فجأة جا طير وحط على الشعير ياكله، طير ياما، الناس ما عرفتش الطير ده جا منين ولا ليه، إنما اللي عرفوه ساعتها كل الناس إن البلد دي هتفضل بلد خير وجود وأمان. أنا عشت في كل حتة فيها وصاحبت كل الناس، الصيادين وغزال الشبك، المشايخ وأبو أحمدات، البحارة والعساكر، لفيت كل شوارعها وحواريها، من المرسي والعباس لقلعة قايتباي لكرموز للسيالة، كل حتة أنا حفظت وشوش كل الناس الإسكندرانية، وكنت بعرف أقراها كويس. إنما لما جيت هنا يا بنتي قلبي انقبض، الناس وشوشها متبدلة، مش شبه الإسكندرانية اللي أنا أعرفهم، ضحكة وهفشة ونكتة، اتبدلوا بتكشيرة وضيقة وخناقات لأتفه الأسباب، الحضن بقى كره، بقى شوك، اللمة فرطت خلاص يا ليلى. هتسأليني تحزين على اللي حصل، إن يعني فقدت مراتي وابني؟ معلش، هما دلوقتي يا بنتي في الملكوت مع المسيح، ذلك أفضل جدا، لكن إحنا اللي عايشين على الأرض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا، ده الأسوأ. فطر الأول أما نشوف بقى طعمه إيه ده. طعم فراولة. ستروبري يعني يا جد؟ ايه؟ فراولة فراولة. ايوه هي الستروبري دي اللي هتخفف سول ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوب بسم الله. شاطر يا سولي شاطر. يلا نجهز بقى، عايزك تكلفت نفسك كويس عشان ما فيش اي نقطة هوا تخش لك من اي حتة. ايوه جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ يلا بينا. يلا كتير يا سرير على دنيا الحواديد والاحلام. ها قول لي بقى يا سيدي، عايزني احكي لك عن ايه؟ احكي لي عن بابا يا جد. ليه يا حبيبي عايزني احكي لك عن بابا؟ ما هو بابا لما يجي هيحكي لك اللي هو عايزه. وانا اشوف بابا تاني يا جدو؟ طبعا يا حبيبي طبعا هتشوفه، هتقعد معاه وتتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معايا دلوقتي بالظبط. انا حاسه ان انا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حصل معاها، مش هنرجع نعيش مع بعض تاني سوا. لا يا سوري لا ما تقولش كده، بابا حبيبي بيحبك ولا يمكن يبعد عنك. ما ماما كمان كانت بتحبني. معلش اصل ماما كان عندها ظروف ما قدرتش، لكن بابا جمال راجل قوي عارف، مسك الظروف دي وقال لها ايه انت فاكره نفسك ايه، عايز تبعديني عن سوري حبيبي ابني، وراح مديها سيف يد. عارف سيف يد؟ كده ايوه سيف يد كده اللي اتعلمته في النادي ده، وراح مكسرها حتت وقال لها لا انا لا يمكن استغنى عن سوري حبيبي وردي ورنفلي.
هو انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي، هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفرية تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شوية تعيا. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحتة اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجة؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي. علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني مش هساعد جمال؟ معرفش، بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف، لكن ما بيعملش ولا حاجه، مساعده بالكلام وبس، لكن فعلا انسى. غريب قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس، مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكري يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ آخر مرة بسألك، مين اللي ودى جمال؟ برضه؟ واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته قال يخلص نفسه. أنت هتستعبط يا أمك، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما تسأله. لا ده أنت بتستظرف، رد عليا عادل يالا، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما عنديش كلام أقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جناية قتله. لا يا راجل. ده على أساس إن أنا جاي في سرقة موبايل. وأنا أعلمك شغلك ولا إيه يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مرة. مالكش دعوة بالموضوع ده، الحكاية أكبر منك. اسمع الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى حله بسيط قوي، ما دام اللي في الصورة ده أحمد الطوخي زي ما أنتِ بتقولي، يبقى الاسم اللي قالك عليه زميلك اسم حد تاني. الجرايد كلها مش وصلت النهاردة باسم جمال الجبالي. طب يبقى مين أحمد الطوخي؟
ده اللي هيجنني. طب ما يمكن واحد شبهه. شبهه؟ أنا لو هغلط في الناس كلها مش هغلط في أحمد الطخي. أنا مش مصدقة إن الكلام ده بيحصل في أوتيل فايف ستارز. سوري دومازيل بس قلت لك الغلط مش من عنا، ما إجى حدا من قبل حضرتك عمل كونفرميشن. البرنت دي من عندي مين؟ في عندكم هنا؟ هيدي الورقة موجودة أونلاين على الويب سايت اللي بتحجزي عليه. من فضلك ما تدخلينيش في حوارات جانبية، أنا جاية أعمل شغلي وأغطي المؤتمر ومش لاقية أوضة محجوزة لي، تقدري تقولي لي هتصرف إزاي؟ المشكلة إنه الأوض عنا كلها كومبلي، إذا بتحبي بتصل بأوتيل تاني قريب شوف إذا عندهم أوض. هترجعي تقولي إنه كومبلي برضو عشان المؤتمر. وضعني في مشكلة. مشكلة كبيرة. معلش كل مشكلة وليها حل. ماري احجزي الأنسة ليلى المحجوب. احجزي الأنسة ليلى أوضة من عندنا. بس مستر أحمد اعملي زي ما بقولك، أنا عندي ناس لسه جايين كمان يومين. حاضر مستر أحمد. شفتي كل مشكلة وليها حل. ميرسي بجد، أنا مش عارفة أقول لك إيه يعني. أنا ما عملتش حاجة. أحمد الطخي. ومين ده؟ ده مستر أحمد الطوخي، عضو بالمؤتمر الأمم المتحدة عنا. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. المطعم فيه أماكن فاضية كتير، بس قلت يعني أنت عودتي إن أنا أحجز لك مش كده؟ انت عارفة انك هتفهمني كده. انا بارك معاك. هيئة الامم المتحدة مش كده؟ واضح ان انت صحفية شاطرة فعلا. هو انت ما سمعتش عني قبل كده؟ اديني بسمع، بس بسمع سوري شوية. صح، انت عرفت كده ازاي؟ انا مامتي سورية بس بابا مصري. باين من طريقتك. انا بجد متشكرة على اللي عملته معايا. وانا ما عملتش حاجة، هما كلموني الصبح ووفروا لي غرفة. طب كويس. تفتكر المؤتمر هيحقق حاجة؟ سوري معلش كنت بتكلميني على المؤتمر مش كده؟ طيب بصي بقى، أنا صاحي الصبح النهاردة مش عايز أتكلم عن الشغل خالص، البلد دي فيها حاجات حلوة لازم نشوف فيها. تتكلم عن الشغل ولا تتفرج عليها؟ من أول مرة خرجت معاه فيها حسيت إنه مش زي أي حد أعرفه، كل مرة تقابلنا بعد كده كان بيتأكد الشعور ده جوايا. كنتش أرتب كلام أقوله معايا، كنت بسيب الكلام يطلع مني على طبيعته. كنت حاسة إن أعرفه يعرفني من زمان قوي زي ما أعرفش. من وأنا صغيرة كل اللي كان يسألني نفسك تطلعي إيه لما تكبري أقوله صحفية، حتى يمكن قبل ما أفهم يعني إيه كلمة صحفية. كانت في عندنا مدرسة في مدرستنا الابتدائي في طنطا كان اسمها أبلة عواطف، هي اللي اختارتني زرعتها جواها. كانت دايما تشجعني أكتب واروي لها إني كتبت، خليني أطلع في الإذاعة المدرسية. عوضت عندي فقدانها، فضلت في حياتي لغاية ما اتجوزت سابح وبعدها توفت بفترة صغيرة. أنا آسفة، أنا مش عارفة حكيت لك ده كله إزاي. بالعكس أنا عايز أسمعك. مين سامح ده؟ سامح كان خريج نفس كلية بس كان سابقني بدفعتين. كان شاب طموح وموهوب وأي بنت تتمنى ترتبط بيه، لكن أنا رفضت. رفضت علشان ما كنتش عايزة أي حاجة تعطلني عن مشواري وطموحي. أول جورنان اتدربت فيه كان هو اللي ماسك التدريب. قعدت يوم واحد ومشيت. قررت أشتغل صحافة من غير ما أتدرب. اشتغلت كتير ورحت وسافرت لغاية ما دخلت تلفزيون الدلتا التقارير وصورت. كنت أول صحفية بتدخل تلفزيون من غير واسطة، دي طبعا كانت معجزة. وفي يوم لقيت سامح هتفع عندي في البرنامج، هل صدفة ولا مترتبة؟ آخر الحلقة سألني قالي تتجوزيني؟ حسيت إن ده كان السؤال اللي كنت طول عمري أهرب منه، بس المرة دي مكانش ينفع أهرب منه تاني. وللأسف هو اللي اختفى.
حصل ازاي؟ حادثة عربية. الإسعاف جه متأخر. الباقي معروف. معلش. ما هي كده كل حاجة في حياتي بتيجي متأخر. إسعاف بتيجي متأخر. قرارات صح بناخدها في حياتنا بتيجي متأخر. حتى الناس المفروض يبقوا في حياتنا قريبين مننا بيجوا متأخر. حكيتي له عني كأنك تعرفيه من زمان. كان ليه سحر غريب عليه، ما حسيتوش مع حد غيره. طب هو حكى لك عن نفسه؟ بتقالي كنت دايما عايزه اعرفه، ولما كنت اساله كان يجاوبني ويقول لي انا عايزه اسمعك اكتر. يعني ما حكيتيش اي حاجه خالص؟ خالص؟ دايما بشوف ان ما عنديش كلام كتير اقوله عن نفسي. حاسه انا في حته بعيد لوحدي، عامل زي الصقر طاير في السماء، قليل قوي لما يقرب من الارض. ليه هيقرب من حد ولا يدي فرصه لحد يقرب منه؟ عشان كده لما كان حد يسالني زمان وانا صغير نفسك تطلع ايه، كل مره رد الاجابه مختلفه. مره طيار، مره بحار، مره متصل الجبال. كنت دايما بغير اهتماماتي، بس الهدف كان واحد، ان افضل بعيد لوحدي. عشان كده ما بحبش اتكلم كتير عن نفسي، عشان الكلام اللي اقوله النهارده ممكن يغير تاني يوم. هتفضل كده لحد امتى؟ لحد ما حاجه جديده تحصل تغير حياتي. بصراحه انا مستغربه كلامك قوي. ليه؟ لانه دايما اللي عايزين يبقوا لوحدهم زي ما بتقول بيبقى في حاجه جواهم بيهربوا منها. بالعكس، اللي بيروحوا وسط الناس والزحمه هم اللي بيهربوا، بيحاولوا يشغلوا روحهم وينسوها، عشان لو قعدوا لوحدهم الخوف بيقتلهم. هو انت ما بتخافش؟ اللي قابل عيون الحلوة دي عمره ما يخاف ابدا. كلمت كتير قوي النهارده، اوعى تكون صدعتك. بصراحة صدعتيني، بس صداع حلو زي صاحبتك. وبعدين بقى في الكلام ده، هي دي طريقة كلامي، عايزاني اغيرها اغيرها، بس اغيرها لحاجة أحلى من كده كمان. هو في حاجة أحلى من كده كمان؟ أكيد في أحلى. نتعشى مع بعض النهارده؟ نتعشى مع بعض. عرفتي ليه بقولك اني لو غلطت في الناس كلها مش هغلط فيه؟ كلامك بيقول ان مش ده بس اللي حصل ما بينك يا ليلى. اكيد يا رب. انا كنت حاسه طول الوقت هو بيكلمني مش بيبص لي، بيبص جوايا، عايز يوصل لروحي وقرب منها، وفجاه كده بيختفي زي كل حاجه حلوه بتختفي من حياتي في لحظه. على قد ما نفسي اعرف، على قد ما انا مستغرباكي قوي، انت ولا مره في حياتك جبتي لي سيرته. انا جه عليا وقت كنت بخاف اجيب سيرته بيني وبين نفسي عشان ما تكلمش. احنا مش اخوات يا ليلى. طب لو ما حكيتليش انا كان ممكن تحكي لي. بعدين يا رب، بعدين احكي لك كل حاجه، وقتها تعذريني ان عمري ما حكيت لك. اوكي، اسيبك براحتك، لما تحبي تحكي انا موجوده. يلا انا همشي عشان متاخره. ايه ده، شفتي؟ اه كلمه اهو. يلا باي. على بالك. هكلمك اول ما اوصل، خلي بالك من نفسك. اوكي. عامل ايه يا جمال؟ ازيك يا علي؟ جاي تطمن انه حصل؟ مش انا يا جمال، مش انا. انت تظن فيا كده برضه؟ وبالعزم مصمم انه يتخلص مني. ماشي، اصبر لغايه ما نفهم اللي بيحصل. اللي بيحصل ده ما كانش المفروض يحصل، قلتها لك قبل كده. بس طالما هو مصر يبقى هو كده انتهى بالنسبه لي خلاص. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان هو مش محمي. انا عارف اتصرف معاه ازاي يا علي. بلاش تفكر كده ارجوك. يا علي، احنا اتعلمنا لما خصمك يوجهلك ضربه لازم تردها له، حتى لو اعتذر، عشان ما افكرش اعملها معاك تاني. انا سالتك قبل كده، انت مامن نفسك؟ اه مامن نفسي. طالما الموضوع وصل بينا لكده لازم يعرف ان معايا حاجات كتير قوي ممكن تاذيه. تمام تمام يا جمال، كده انا اطمنت انه غصب عنه هيقلع هيطلعك من هنا. لا لا، لوحده مش كفايه،
الو يا ماجد. لقيتها بس الكواليتي بتاعتها مش واضحه قوي. مفيش اي سايت تاني الاقي فيها؟ اوكي شبكه المسيح الحر. وانت طيب. وانت طيب. طب ثانية واحدة بقول لك ايه؟ ينفع تبعت لي اللينكات على الفيسبوك؟ اوكي ثانك يو مان. باي باي. اسمع شو بدي اقول لك. أنا اليوم دقيت على مكتب الطيران وحجزت فلايت إلي وإلك بعد 3 أيام. وأنا قلت لك قبل كده مش هينفع أسافر دلوقتي. ما عم بقول لك هلا، عم بقول لك بعد 3 أيام. مستحيل. مستحيل؟ شو هو المستحيل حبيبي؟ نحن كنا رح نموت بلحظة. Do you understand this؟ أنا من وقتها مش قادرة أقوم، مش قادرة آكل، مش قادرة أعمل ولا أي شغلة. وأنا مش قادر أعمل أي حاجة في حياتي لغاية ما أجيب حق أمي وأخويا. والله؟ يعني بعمرك ما رح تعمل شيء، بتعرف ليه؟ لأنه نحن أصلاً عايشين ببلد ما فيه حقوق عشان تعرف ترجعها. مارلين، لو أنتِ عايزة تسافري، سافري أنتِ. أنا مش مسافر. كله تمام يا كومي بي، زي ما سيادتك أمرت وأكتر. أيوه والمأمور اتراضى. لا وإيه؟ على حساب نوح. حب يعمل نزيه فقلت أسيبه يلبس. هتشرب إيه سيادتك يا فندم؟ يا سلام يا سلام سعادتك، هو كان يحلم يشتغل معانا؟ تمام يا فندم، مع ألف سلامة. سلام يا فندم. ست الكل، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. منوره المكتب يا ست هانم. سامحيني يا فندم، مكالمه مهمه. اهم مني يا بدير؟ وفي اهم من سعادتك عندي؟ ده حضرتك اهم حد عندي في المكتب. امريني يا هانم. طبعا مش محتاجه اقول لك ان زيارتي ليك هنا وكلامنا اللي هيتقال ما بين فريال وبدير وبس. يعني كومي لو عارف ان انا جيت لك هنا هيزعل منك اكتر ما انا هزعل، وبعدين هيقول ان انت بتطلع اسرار زباينه بره، حتى لو اسرار لمراته. عيب يا ست الكل، الكلام ده ما يتقالش لبدير المحامي. واحنا ما عرفت امبارح، ده احنا من زمان قوي. ولا نسيتي؟ ما نسيتش، بس برضو عايزه افكرك ان زمان غير النهارده. لا تكون انت اللي نسيت. اموريني. عايزه ارجع سليم ابني. اظن ان الحضانه من حقي ولا ايه؟ من حقك، بس اللي انا فاهمه انك سايباه بمزاجك بالتراضي. يعني بالتراضي؟ وانا مصره على رايي، انا مسافره انا وسليم ابني. يلا يا سليم حضر شنطتك. هنقف هنا واتكلمها. انا قلت مفيش سفر تاني، انا مفيش سفر. أنا مش قادرة أفهمك بصراحة. ليه مش عايزنا نعيش زي الناس الطبيعية ما هي عايشة؟ ليه مصر إن أنت تعيشنا في المزبلة دي؟ وبعدين يا أخي ما أنت مش عارف تعمل لنا اللي إحنا عايزينه. سيبنا نجرب. ولا أنت بقى لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. الموضوع ده اتقفل خلاص. مش عايز أسمع فيه كلام تاني. أنت عارف إن أنت بتموتني من الضحك وأنت بتتكلم ميري. اتكلم عادل زي الناس الطبيعية. ميري؟ يا بنت لو عملتك ميري مش هتلاقي روحك. لا ما أنا عارفة. عشان كده رفضوك. دي اخر مره اسمعك تتكلمي في الموضوع ده. لو اتكلمتي فيه تاني هيبقى اخر يوم ليكي هنا في البيت، انت فاهمه ولا لا؟ الله، وده هيبقى اسعد يوم في حياتي.
بجد. يلا يا سليم حضر الشنطه. انا عارف ان انت مش رايق عيشتك معايا من زمان وبتحلمي بعيشه اكبر بكتير، بس انا مش هجبرك تعيشي معايا بالعافيه. انك ما تسويش عندي حاجه خالص، ما تساليش حتى ان انا هسالك، بس سليم لا. سليم هيفضل عايش معايا، ولو حلمت يا فريال مجرد حلم تبعديه عني مش هصحيكي منه. فوقي وبعدين. بس ما فرقش معايا وركزت في مشوار الكون على يدي. بس انا دلوقتي فارق معايا وعايزاه. حقك، بس بس ايه؟ تفتكر هيسيبهولك بالساهل كده؟ الحكايه من حقك زي ما قلت لك، ومن اول جلسه كمان. ده مش قضيه، ده لعب عيال، انما مش كل حاجه القانون والمحاكم. يعني ايه؟ يعني اظنه هيرخم حبتين. يرخم؟ الله. طب ما احنا كده مش هنطول الوقت. ومين قالك ان انا عايزه اطول الولد؟ انا عايزه اساومه، العب، لا اكتر ولا اقل. ده انا هقطعك يا واد يا سليم. انت ما تعرفش عمك اشرف بقى لما بيلعب بلاي ستيشن. مش تعرف تكسرني يا انكل اشرف، انا الجول بتاعي جامد. ماشي يا عم الجامد، هنشوف. ويوسع كان بالعرضه. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ فاول. انا هقطعها منك دلوقتي. لا مش هتعرف. جول يا ابن اللذينه. تلعب جيم كمان؟ لا، في ماتش مصري وغانا. ماتش مصري وغانا؟ اه ماشي يا اخويا. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا مفرج الكرب فرج الكرب عن عبيدك يا رب. النبي يا رب، حياة حبيبك النبي محمد، ما تسيبش جمال ابني في محنته. مديله ايدك يا كريم وخد بايده. احنا مالناش غيرك نساله يا رب. انا كل ما ببص لسليم بقول ذنبه ايه؟ ولد جميل زي ده يتحرم من ابوه وقبلها من امه، يعني لا اب ولا ام. لما يتحرم منهم هما الاثنين، مين اللي هيفضل له اشرف؟ يا عمر جاي الكلام ده، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا كلنا. والله يا ابني أنا اللي حصل ده خلاني عجزت عمرين على عمرين. كان نفسي إن أنا أقضي بقية أيامي في هدوء ومن غير مشاكل، نفسي أعيش مطمن. لكن إزاي؟ أنا كل الباب ما بيخبط ولا جرس التليفون بيرن ببقى حاسس إن فيه مصيبة هتحصل. يا عمي مفيش مصايب خلاص، وبإذن الله بإذن الله كل حاجة تبقى زي الفل. يا رب. المهم أنا مش عايزك تحس بكده على الأقل قدام سليم، مش عايزين نحسس الولد بأي حاجة خالص. والله أنا بعمل كده يا ابني، أنا بمسك نفسي قدامه بحاول أضحكه وأنسيه. لكن أنت ما بتشوفوش ولا بيسأل على أبوه ويقول لي بابا ما جاش عشان ياخدني ليه. الواد نبيه بسم الله ما شاء الله، وأنا خايف لا يكون فاهم حاجة. لا يا عم، إحنا بقى دورنا إن إحنا نفهمه إن مفيش أي حاجة خالص. أنا حتى الجورنال ما بقتش أجيبه، خايف لا توقع عينه على صورة لأبوه ويقرأ كلمة مكتوبة عليه. حتى المدرسة ما بقتش أوديه، خايف لحد من زمايله يقول له كلمة كده ولا كده. أنا مش عارف يا ابني والله، مش عارف أعمل إيه. ربنا عدينا منها على خير يا رب. إن شاء الله خير يا عمي. ما تباصي يا شوف الواد بيباصي إزاي، بيشوط في زميله. الله يخرب بيوكو. اقطع اقطع. سافر يا اخويا سافر. سافر كتكون ده لما نشوف الشوط التاني. العيال نازله الماتش وهي حاقده على بعض. اللي خاطف واحده رقاصه من زميله، واللي مرافق بنت ممثله، واللي واخد هديه من الشيخ فلان. عيال بايظه بعيد عنك. ايه يا خليف مالك؟ شكلك كده مش في المود. لا زي ما تقول سعادتك، يعني انا ماليش في لعب الكوره قوي. ايه؟ انت عارف لو سمعتك بتقول كده تاني يا خليفه هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هلبسك شورت واخليك تنطق.
حلوة. يا خليل القمح والمزاج، الناس تاكل يا خليفه تملى بطنها، وبعدين بقى تحشش او تشجع كوره فتعدل مزاجها، عشان لو مزاجها اتعكنن هيقوموا ياكلونا احنا يا اخويا. خد بالك من الكلام ده يا خليفه، ده اهم من اللي بينك وبين الكومي ولعب العيال اللي بينكوا ده. لعب عيال ازاي؟ ما تاخذنيش يعني، هو مش ده برضو اللي انت كنت جاي علشانه؟ هو ولا مش هو؟ يا دكتور زيتون، الكومي بيتصرف تصرف بيتصرف صح وكل راضي عنه. خد لك اجازه يا خليف، خد لك اجازه عشان ترجع حلو كده وفريش وتنول الرضا. مش معلقه في الزنزانه وبس، لا وايه وبيهدد كمان، ومش بعيد بكره الاقيك متعلق جنبه وهتشوف. سعادتك انا ما كنتش موافق على الامر ده. موافق على ايه ولا مش موافق على ايه يا بني ادم انت؟ انت حته بني ادم فاشل. اقصد يا فندم ما كنتش مقتنع. مقتنع؟ هو ده بقى سبب فشل تصفيه جمال مش كده؟ لكن قول لي كان يقصد ايه باني مش محمي؟ في ايه تحت ايد جمال يا علي؟ سبق وسالته وانكر تماما يا فندم. تفتكر؟ في الحقيقه ما اظنش ان جمال بالسذاجه دي علشان يصرح بكل اللي جواه. جمال بيلعب لعبه هو مش قدها. تقصد ايه سعادتك؟ قول لي، مشكله جمال بدات من ساعه موضوع السلاح الاخير مش كده؟ مظبوط سعادتك. طب قول لي بقى كده تاني ايه اللي حصل؟ مشكله نفسيه، وسعادتك اللي اديته الاجازه حتى بعدها. انا اديته الاجازه لاني كنت فاهم ان هو تعبان او مرهق، لكن ما كنتش اعرف ان الموضوع اكبر من كده. متأكد يا جمال ان هو ده المكان؟ اكتر من كده اظهروا الحرس الحدود، وده مش في مصلحتهم. فاكر الصحراء الغربية والوعى اللي اتربينا فيها 4 ايام بلياليهم؟ ودي يوم تتنسي؟ ساعتها اتولد سليم وما شفتوش، كنت هتجنن عليه يا اخي. وطلعت جنانك على عيال المهربين لما فرمتهم. شكلهم وصلوا. نقرب عليه. سيبهم هم يقربوا، قلب لهم بس النور. الشنطة يا جمال، خلي بالك اشيلها تدوس على الزرار. مش على المير يا وحش، ما دي المصيبة. ايه ده؟ ده تلاقيه ابنه ولا ابن اخوه؟ بعلمه العيال من صغرها ولاد الكلب. الشنطة يا جمال، الشنطة. بلاش يا علي. هو ايه اللي بلاش؟ الواد الصغير ده ذنبه ايه؟ في ايه يا جمال؟ في ايه؟ اركب يا جمال، مفيش وقت، اركب. علي بلاش، علي ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضنا للخطر قبل منهم، اركب. اركب يا جمال. ده اللي قلب كيانه من وقتها يا فندم، موت الواد الصغير. معرفش ازاي فكر بالطريقه دي. هما لو كانوا فتحوا الشنطه واكتشفوا القنبله فيها اكيد ما كانوش هيرحمونا. واضح ان جمال بدا يفكر بقلبه. ما تقلقش سعادتك،
انا متاكد انه شويه وحياته، بس بلاش نستعمل معاه الاساليب. هنشوف هنشوف يا علي، هسمع كلامك المره دي، بس تعمل انت حسابك ان اي غلطه تانية مش في مصلحتك، وانا اذا كنت مستحملك مستحملك بس عشان خاطر حماك. يا اخي انا كنت فاكر ان اللي حصل لجمال ده هيخليك تفكر انك تبقى نمره واحد، لكن واضح واضح انك حتى ما انتش قادر تحافظ على مكانك. هنا كمان يا مولانا. ايوه مبروك، الله يبارك فيك. الشربات اللي بره ده في عقد الجواز باشا نور. وماله، ومش ينفع كتب هنا برضه يا ابراهيم باشا؟ معقول يا شيخ نور؟ مش قوي كده. ابراهيم بيه عامل معاك واجب جامد قوي يا مولانا. الله وماله طبعا. الله، احنا مش جيران وحبايب؟ جيران ده ايه؟ وعشان مكتبي جنب عنبارك نبقى جيران ولا ايه؟ لا باشا ما تفهمنيش غلط، الحكايه ملهاش علاقه بالمكتب ولا بالعنبر. انا بتكلم مع الفيلا اللي كتبت باسم سعادتك في الكومباوند الجديد بتاعي. طيب هديه مقبوله يا شيخ نوح؟ بس باسم الولاد. فاهم فاهم يا باشا، احنا لينا بركه لسعادتك. احنا عاجزين عن الشكر يا شيخ نوح. طيب خدوا راحتكم، انا هديه وراجع. اتفضل سعادتك. الكومي بيه مبسوط بان عمليه زي دي تمت، واكيد انت مبسوط اكتر ولا ايه؟ لو عدي من عند ربنا سبحانه وتعالى وحد يكره. عمليه زي دي هتريحك 3-4 سنين لقدام، ده غير مصنع المسبوكات ومواسير السبتيه. والعوذ برب الفلق. يا متر انت شغال محامي ولا اموال عامه؟ لو انت فاكر لما الكومي بيه يحب يشاركك يجي على عماه كده، ده لازم يلفظك ويشوف اصلك وفصلك. الحمد لله ان السي في بتاعي طلع يشرف. اه يشرف، بس العبد الله له دور برضه. لا كمان ما بننساش حبايبنا متربدير. تمام. بس اوعى تنسى ان الكومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلابيتك. يعني كلمة كده ولا كده هيمسكك صح. وانت ولده مش حبل مسكت؟ ربنا يكفينا شغل المسكة والمسكين. يا مرحبا يا باشا. خطوة عزيزة. الله يعزك يا عم خميس. ما تستغربش اني عرفت اجي لك، انا جبت عنوانك بالتحيات. يعني محامي ومباحث كمان. بالظبط كده. قول لي اخبار صحتك ايه؟ رئيس النيابه كان بيقول لي انك تعبان. اللي حصل كان صعب قوي يا باشا. جثث واشلاء ودم. كان بيني وبين الموت نص خطوه. لولا قدر ربك بقى بادي انه يقلني. ونعم بالله. قول لي يا عم خميس، رئيس النيابه لما وراك الصوره بتاعت جمال اللي هي دي، قلت له انك سبق وشفته قبل كده في الوزاره صح؟ صح يا باشا. وكمان قلت له انه استحاله يكون هو اللي عمل كده، لان الانفجار لما تم جمال كان جوه الكنيسه مش كده؟ ايوه يا باشا قلت. وقلت له كمان لا يمكن يكون هو اللي فجر، لانه كان هيضر روحه، هيأذي نفسه وسط اللي كان ناوي يفجرهم. بس ظهر ان كلامي ما عجبش رئيس النيابه، شخطيه زي اللواء. طب معلش حاول تفتكر معايا كده، ما تعرفش جمال خرج امتى بالظبط من الكنيسه؟ يا باشا انا اتلهيت في اللي حصل. طلب زميلي كان بينازع في نفسه الاخير، وكنت بلقنه الشهاده. بس انا فاكر اني لمحته خارج وسط الناس بيساعدهم ويسند اللواء. بعد كده الدخان والتراب غطى على المكان كله. طب حاول تفتكر بس، ما شفتش اي حد معاه؟ حد داخل معاه وخارج معاه؟ حسيت ان هما مع بعض يعني. هو لما جه لوحده، ولما لمحته وسط الناس كان خارج لوحده.
يا باش مهندسة سبق وطلبتي نفس الطلب وجاوبتك عليه. استعلمنا في سفاراتنا في روما وبروكسل، وأنا شخصياً وصيت على التدقيق في الاسم. الاستعلام دايماً بالنفي. أيوة سعادة السفير، أنا مقدرة وشاكرة لحضرتك جداً، وعارفة كمان إنك تعبت معايا، بس أنا بدور ولما بوصل لحاجة ببقى محتاجة حد يساعدني أوصل لآخرها. أنا جبت قائمة ركاب لرحلة طيران من روما لبودابست، ولقيت اسم رضا أخويا الثلاثي، رضا السيد حلمي، يعني استحالة تشابه الأسماء. الرحلة بتاريخ كام؟ يعني من أكتر من شهر. وأنت ضامنة إن هو لسه قاعد في بودابست ما اتحركش منها؟ على الأقل نتأكد إنه دخل وخرج. الحل الوحيد لكده هو أمن المطار المجري، هو اللي يدلك. طب والخارجية هنا؟ الخارجية بتخاطب السفارات والقنصليات بس، وأنت عارفة الكلام ده. يا بنتي في حاجة أبسط من كده. ليه ما حاولش يكلمك ولا مرة؟ ليه ما بعتش جواب ولا إيميل يطمنك عليه فيه؟ رضا أخويا أكيد هربان من ملاحقة، وعارف كويس إنه لو اتصل بيا بأي وسيلة هيعرض نفسه ويعرضني لمشاكل. تفتكري لو هو مطارد فعلا هيلجأ للسفارة علشان خاطر يثبت إن هو مقيم فيها؟ أو حتى يطلب أي خدمة؟ اسمعي يا بنتي، فكري بهدوء. أنا لو في إيدي حاجة مش هتأخر عنك. كلكم بتقولوا كده، أنا عاوزة أعرف رضا أخويا فين، محتاجة حد يساعدني. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ولا زالت ردود الأفعال بتتوالى بعد حادث تفجير الكنيسة. توقعنا إقالة وزير الداخلية، ما حصلش. قلنا هو هيقدم استقالته، ما حصلش. طب مدير الأمن المسؤول يقدم للمحاكمة للإهمال والتقصير، برضو ما حصلش. الظاهر بقى إن اللي لازم يتحكم في البلد دي هو الشعب. الشعب اللي ما بيعرفش يتنبأ بوجود القنابل، الشعب اللي ما بيعرفش يستحمل شوية تفجيرات كده تفرقع فيه. فيبقى مطلوب من الشعب إن يطور أداءه ويتحمل علشان يبقى على مستوى تحمل النظام لينا والمشاكلنا اللي ما بتخلصش. فاصل ونرجع لكم ومعانا ضيفنا الكريم. قولي مبسوط بقى في الجواز؟ انا اصلا ما كانش ليا جواز، بس لما قررت اتجوز التزمت بفكره ان بقى عندي بيت وزوجه وطفل. هي مش قادره تفهم ده، حاولت افهمها مره بالادب مره بقله الادب، بس برضه مفيش فايده. عارفه اديكي بتقابليها وبتشوفيها كتير، انا عايزك بس تقولي لي عشان ارتاح، هو انا اللي اتغيرت ولا هي اللي اتغيرت ما بقتش زي زمان؟ بص يا جمال، انت عارف انت ايه بالنسبه لي، مش انا اللي هقولك. وفي ريال من يوم ما عرفتها عن طريقك لما بقيتوا مع بعض، وانا قصدا يقول بقيتوا مع بعض ومش اتجوزتوا، لاني عارفه ومتاكده ان مش هي الست اللي تستاهل انها تكون مرات جمال الجمال، ولا مرات اي حد للاسف. انت قصدك ايه؟ ما تفهمش كلامي غلط. في ريال ما بتشوفش اي حد في الدنيا غير نفسها، نفسها وبس. انا ست يا جمال، واعرف اقرا الست اللي قدامي كويس قوي. فريال ما بتغيرش عليك، ما بتخافش عليك من اي واحده ولا من علاقتنا مثلا. وانا قلت لك 100 مره ما تفتحيش الموضوع ده حتى بينك وبين نفسك. المذيعة اللي عندك دي مش عايزة تهدى ليه؟ أنا حذرتها، هي حر يومين وهيشدوها على فكرة. رامي نام؟ آه يا حبيبي، بينام كتير قوي يا بابي،
عايزه اكلم دكتور رياض يكتب له على منشط ولا دواء ولا حاجه. منشط ايه اللي ياخده عيل صغير زي ده؟ عيل في السن ده محتاج حد يداديه، حد يلعبه، وانت وابوه ما انتوش فاضيين له، عايزاه يقعد مع مين يعني؟ بقول لك ايه يا بابي؟ قريت اللي كتب عن جمال النهارده؟ جمال الجبالي؟ ايوه قريت. وما تطلبيش مني اي حاجه لان مش ممكن حد يتدخل. ليه؟ الحكايه دي ما تشرفش اي حد يتدخل فيها، وانا اللي فيا مكفيني. الكومي عمال يلعب والدكتور زيتون راضي عنه، ما تبقيش انت وهم بقى تلفوا الحبل حول رقبتي. حبل ايه بس يا بابي بعد الشر عليك؟ ما تقولش الكلام ده تاني. اسمعيني يا بنتي، الناس هنا عندنا ثلاث اصناف، صنف غبي بيوقع نفسه بنفسه، وصنف هم كارهينه فبيوقعوه، وصنف ثالث مركز بس بيغلط غلطه بتخليهم كلهم يتسعروا عليه زي الكلاب. ترضي لابوك انه وقف والكلاب كلها تنبح حواليه؟ لا طبعا. يبقى اتعلميها انت كمان، وما تديش لحد الفرصه ان هو يوقعك، وبعدي تملي عن القرف والمشاكل. عطشان، ابوس ايدك عطشان، اشوفك كبير، اشوفك كبير كبير. اه والله عملت كده اشوفه عشان ابوس جزمته عشان يرحمني يا كبير. يلا روح كفارة ابو زيد. تعيش يا معلم بوبو، صحتك جت على السجن. هو كان اكله مرعى ولا ايه؟ طول عمر رجالتك تلاقي اللي يخدمها في اي حته، ووصايتك ساريه على الكل يا كبير. جدع يالا، جوزك رجع لك اهو راضي. يخس ولا يخستع ارجعه هناك تاني، انت حر. ما تحرمش منك يا كبير. فتح العجل يا معلم. استنى ما نشوف العجل اللي جوه. الحمد لله، انا خدامك طول عمري. بس زعلتني. زعل مردود، الامل فيا ما بدالك بس ما تموتنيش. احكي اللي حصل يا سناء. فضل في الرايحه والجايه يلقح بكلام لغايه ما تهجم عليا في الاوضه وكان عايز ينول غرضه، بس ربنا سترني يا كبير. ما تعرفش يا وسخ ان اي واحده في عزبه بوبو تبقى زي اختي، وان اللي يكتب عليها هيبقى اخويا. عارف. طب لما انت عارف بتطمع ليه في لحم اخوك يا وسخ؟ وسخ الشيطان والله يا كبير، ابوس على جزمتك وجزمه كل اللي واقفين معاك. تبوس على جزامنا خسيسه واطي. كنت خليك راجل وبلاش تدني نفسك. اتفضل يا كبير. حق راجلها. بعد كده بستنى سيادتك. ماشي. خد حقك يا ابو زيد. تشكر يا كبير. تعالى يا ابن الكلب يا واطي. حلال الله اكبر. خطوه عزيزه يا علي بيه. يا دي النور يا دي النور. عامل ايه يا بوب؟ انا تمام زي الفل. ايه ده نجات؟ شيء ايه؟ غدا بسرعه يلا. حاضر. ملوش لازمه يا بوب. علي الطلاق ما ينفع. ده احنا ذابحين عجل ونذبح التاني لاجل مجيتك. اتفضل يا علي بيه، اتفضل استريح. نجات دي من حريمك؟ لو الشرع محل الاخوات كنت كتبت عليها وقتي، بس يا خساره بطلت من زمان. شقتك يعني؟ اب وام. المكان هنا بيفكرني ببلدنا، نفس الخضره وريحه الهواء. انا اتولدت هنا يا علي بيه. الارض اللي سعادتك شايفها دي اشتغلت فيها اجري بلقمتي، كتف في كتف ابويا واخويا الله يرحمهم. كل شبر منها شاف دم وعرق وحكايات. لما ربنا فتحها عليا قلت مش هشتري غيرها، واديني كبرتها ووسعت فيها وربنا بقى يبارك لي فيها. ما تجيش في يوم تبيعها. محدش بيبيع اهله يا علي. شايف دي؟ اوبا زي القمر. عايزين نظبطها. خساره في التظبيط. نفذ اللي اقول لك عليه. انت تؤمر يا علي بيه.
وقعدت قد ايه بقى؟ ما استحملتش ربع ساعة واتجننت، أرزل تدريب بتاع تنقيط المية ده. ربع ساعة ده أنت ذكر قوي. يا ابني أنا قعدت ساعة وربع لحد ما المية خلصت. ما أنت واخد على الطرقعة. طب اظبط بقى لما أطرقع لك. بقول لك إيه صحيح علي؟ أنا كلمت أبو العزم وخليته يعفيك من سفرية المغرب اللي جاية. عملت كده ليه يا جمال؟ أنا عملت كده ليه يا علي؟ أنت ناسي إن أنت كاتب كتابك كمان أسبوعين؟ العملية كلها 48 ساعة. علي، العملية مش سهلة. العملية خطر يا علي. علشان خطر يبقى أسيبك لوحدك؟ طبعا لا. يا علي إحنا في مركب واحدة. لو حصل لك حاجة ذنبك هيفضل طول عمري في رقبتي. تفتكر لو سبتك لوحدك وجرى لك أنت حاجة هبقى عايش مبسوط؟ أنت زي ما قلت إحنا في مركب واحد. ما ينفعش حد فينا يسيب التاني. ولا إيه؟ ماشي. صباح الفل يا معلم، ده اللي اتفقنا عليه، ماشي؟ اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروس. استلم الأمانة يا كبير. شو جوزال؟ أنت أوكي؟ تشكرت على ايه؟ انت من طرف الباشا الكبير. انت ايه ما بتشوفيش؟ سوري مدام. امشي. حاجه تقرف. انت مش شايفه ان القلق والتوتر اللي انت فيهم دول اوفر شويه؟ كل ده عشان حته طلب استدعى للنيابه فيها ايه؟ لا والله. اعتبريهم يا ستي واحده صاحبتك ما بتحبهاش. قابلتك في النادي صدفة تقول لك هاي ازيك عاملة ايه؟ ادي كل الحكاية. كومي الطريقة اللي بتعملها مع الشغالين عندك دي ما تعملهاش معايا. انت فاهم كويس قوي انا متضايقة من ايه؟ وحبيبة قلبي متضايقة ليه؟ انت ناسي جمال ده كان بالنسبة لي ايه؟ طليقي ومن سنتين فاتوا. يعني ملهاش أي لازمة إن هما يطلبوني. إلا بقى إذا كانت سيرتي جت في التحقيقات. طبيعي. طبيعي؟ طبعًا. اسمك يا ابني وسنك وحالتك الاجتماعية. قال لهم مطلق. مين طليقتك؟ فلانة الفلانية. ادي الحكاية. مش ادي الحكاية. كوم يا حبيبي. الناس دي بتاكل على قفانا عيش. ده اللي انا عايزة افهمه لك. ايوه. ما تبصليش كده. استدعى زي ده لما يجيلي. صحافة تكتب وبرامج تذيع. وعلاقة زوجتك كومي بالكنيسة. ويومين ويدخل الموضوع عليك. وده اكيد. ورغي بقى يمين وشمال ملهوش لازم. وبعدين انت عارف كويس قوي ده ممكن يعمل ايه. العيار اللي ما يسيبش. قصدك يعني الحكاية؟ طبعا ملهاش اي 30 لازمه ان هما يستدعوني. بس الظاهر بقى ان في حد قاصد يزقنا فيها ويشوشر علينا وخلاص. طيب سجلي الموضوع ده. انا هتصرف.
سيد هلال. يعني انا عامل معاك واجب في اول مقابله لينا ومش عايز اتقل العيار، تقوم تسوق الاستعباط عليا كده؟ اقسم بالله يا باشا اللي انت بتقولي عليهم دول ما اعرفهمش ولا عمري قابلتهم في حياتي. ماشي ما تعرفهمش، تعرف مين بقى؟ ما اعرفش حد يا باشا. يعني ايه ما تعرفش حد؟ معطوهم من شجره بروح امك؟ مين التنظيم اللي معاك يالا؟ انا ماليش دعوه باي تنظيم يا باشا. قولي بقى، تعرف واحد اسمه جمال الجبالي؟ لا يا باشا ما اعرفوش. بس هو يعرفك وبيقول انك شريكه. صح ولا يا باشا؟ اللي بتعمله ده مفيش منه فايده. لا ده لازم يكون له فايده. انا رايح الترقيه الجايه شرطه السياحه، كنت عارف السياحه اوتيلات وشرب ونسوان حلوه، بس عشان اروح لازم اقفل القضيه دي الاول، وانت مجبر تساعدني. ماشي وانا ساعدك واعلمك اول درس، ما تعرفش اللي بتحقق معاه مكان ترقيتك هيكون فين، عشان بعد ما يخرج مننا هيجيبك مكان مطروح. انت بتهددني يالا؟ خالص ده انا بنصحك. شكلها حصلت معاك. وانا غبي ولا ايه؟ علقوا الكلب ده. انا قريت ملفك كله، خساره مكتوب عنك كلام كويس، كان ممكن نبقى اصحاب في يوم من الايام، بس ما ينفعش ان باشا زيي يعرف مجرم زيك، لانك تعر اي حد يعرفك. هي بالمناسبه مراتك كانت تعرف سعد الكومي قبل ما تطلقوا ولا بعدها؟ تمام يا عماد، ولو ان تفريغ الارقام ده كان لازم يبقى موجود في ايدينا من تاني يوم. انا عملت كده فعلا يا فندم، بس الاجراءات الروتينيه في شركات الاتصالات هي اللي اخرتنا عقبال ما جبنا بيانات كل رقم تم الاتصال بيه. عيب يا عمده لما تبقى وكيل نيابه امن دوله وتقول اجراءات اخرتنا، امال غيرنا يقولوا ايه؟ يقولوا حصل خير يا زنبي. ماشي بص بقى، عايزك تراجع لي الاسماء دي بنفسك وتعمل لي حصر بمحل اقامتهم. وجهز طلبات استدعاء؟ لا اعرضهم عليا الاول. حاضر يا فندم. الو مساء الخير، زنبي نصار؟ مع سعادتك سعد الكومي عضو مجلس الشعب. اهلا بسعادتك يا باشا. الحقيقه يا فندم انا بكلم حضرتك عشان ابارك لك وهني نفسي في نفس الوقت. تبارك لي على ايه يا كومي بيه؟ اصل السكرتاري عندي كانوا بيوروني اسماء ملاك الشاليهات الجديده في منتجع سيدي كارير، ولقيت اسم سعادتك معانا يا باشا، فقلت يا زين ما اخترت المكان فعلا لصفوه الصفوه يا باشا. عشان كده بتبارك لي. طب يا سيدي الله يبارك فيك، ولو ان ده بقى هيكلفك مكالمه تانيه لصاحب الشاليه الحقيقي، لانه مش انا. مش سعادتك؟ ازاي يا باشا؟ حضرتك عايز مكالمتي دي تبقى على الفاضي ولا ايه؟ سعادتك معانا يا باشا والعقد بيجهز كمان. متشكر يا كومي بيه، لما احب اشتري هبقى اتصل بشركتك. العقد بيجهز يا باشا وهيروح لسعادتك، والماديات دي طبعا بعدين خالص. انا بس كان ليا طلب صغير عند سعادتك. المدام عندي في ريال قصير كان جالها استدعاء كده من النيابه. انا عارف طبعا ومقدر ظروف القضيه انها صعبه قوي، كان الله في العون يا باشا. بس زي ما تقول سعادتك كده هي في بدايه حمل عقبال عندك بقى. والدكتور محرج علينا قوي في الحركه والانفعالات بحساب قوي قوي، فلو امكن يعني ناجل حكايه الاستدعاء دي لوقت تاني. والله لو المدام زي ما بتقول كده انا مستعد اجي لها بنفسي، ما عنديش اي مشكله، لكن مش مستعد ان اخر سير العداله وتحديد مصير بني ادم تحت اي ظرف من الظروف. يا باشا دي كانت طليقته والحكايه دي من زمان قوي، وبعدين موضوع زي ده ممكن يسبب لي انا شوشره ومشاكل في شغلي، الحكايه يعني مش مستدعيه. طب مش كنت تيجي معايا دغري كده من الاول بدل اللف والدوران؟ تقول لي انها مش عايزه تحضر. اسمع الزين نصار اللي تفكر او اي حد غيرك انه يساومه باي شكل، الشهده تحضر زي ما امرت وفي الميعاد اللي انا احدده، ولا يفرق معايا هي مين او تبع مين. القانون اعلى من اي راس في البلد، وبحذرك يا كومي بيه اوعى تكرر مكالمتك دي تاني، تغلطت غلطه كبيره، ولو اتكررت انا اعرف كويس اوقفك عند حدك. قفل في وش السكه. خلاص يا كومي بيه ما تقلقش نفسك، سيبني بقى انا هتصرف. انا درست ملف القضيه كويس، انت غالبا كلامك صح،
الموضوع ده فعلا مش هيخرج بره امن الدوله والنظام. انا خلاص بقيتش عارفه اميز بين الحاجات، مش عارفه اذا كان محبوس ولا مخطوف ولا مستخبي، بس اي سكه بتبان قدامي بمشي فيها وخلاص، لانها ممكن توصلني الرضا. يا استاذ اشرف، انا من ساعه اللي حصل ده بجد مفيش حاجه في الدنيا ما عملتهاش، برامج، صحافه، رحت الداخليه والخارجيه ومنظمات حقوق الانسان، لدرجه ان في واحد كلمني وقال لي ان اخوكي موجود في مستشفى الامراض النفسيه، رحت اكتشفت طبعا ان هما بيلعبوا باعصابي، بس لما لقيت الوقت بيعدي وان ما عملتش اي حاجه حقيقيه توصلني الرضا قلت اجي لحضرتك. تاني حضرتك انا عايزك تاني. من فضلك اهدي وان شاء الله كل حاجه هتتحل. انا مش ممكن اهدى واطمن الا لما رضا يرجع. ايه يا حبيبي مش هتتعشى؟ معلش حصل ملف العدد الاسبوعي واتورطت فيه، اعمل ايه بقى؟ انت قدها وقدود. ربنا يخليك ليا، انا مش عارف لما اتجوزك مين اللي هيقعد يدلعني كده ويقول لي تتعشى ايه وتاكل ايه وكده. انا اصلا مش هتجوز قبلك، انا لازم اجوزك واختار لك العروسه كمان. لا انت عايز تقعدي جنبي طول عمرك ولا ايه؟ لا انا لازم اتجوزك، خلي بالك. رضا بجد انا عاوزاك تهتم بحياتك شويه. وانا مالها حياتي؟ ما انا زي الفل اهو. محراب الصحافه والكتابه ده مش محتاج شريك. يا سلام. وبقول لك ايه، وهتقولي بقى اللي قبلك واللي بعدك وزمايلك عملوا وسووا والكلام ده، انا ما بحبش كده، انت عارفه دماغي. انا بقى كل اللي عايزه ان اطمن عليكي واعرف حياتك ماشيه ازاي. ايه؟ مفيش حاجه كده ولا كده؟ مفيش. كنت بتكدب عليا يا بت؟ حياتك عندي ابدا، انا اعرف اكدب عليك؟ ربنا يقدرني اعرف اعوضك عن بابا وماما. عارفه يا رو؟ نفسي اجوزك، نفسي اشوفك في البيت كده ومستقره، وعندك شويه عيال صغيرين اعرف العب بيهم. زي ما يكون كان خايف من حاجة، كان بيقول ده هو حاسس انه مش هيلحق يشوفه. يعني انا اسفة اذا كنت بضايقك بكلامي. اسفة ده ايه؟ اوعي تقولي كده. اصلي من الصبح عمال ارغي واتكلم فمعلش. ده على اساس ان انا سواق تاكسي يعني قاعدة بتفضفضي معاك؟ انت ناسي ان انا محامي بتاعك ولا ايه؟ ميرسي بجد يا اشرف. طب قولي لي بقى، رضا اخوكي ما قالكيش انه متعرض لاي مكالمات او تهديدات او اي حاجة من دي؟ معرفش، رضا كان بيبعدني عن شغل. الحاجة الوحيدة بس اللي كان بيشركني فيها ان اقرا المقال بتاعه قبل ما يبعته علشان ياخد رأيي، بس حتى ده مش كل وقت كان بيعمله، لما كان يبقى كاتب حاجة بطريقة حادة وخايف ان اقوله ما تبعتوش. وكان بيبعته؟ طب شوفي بقى، انا هرفع قضية ضد مدير رضا، وعارف طبعا ده هيحصل، هيتم ادانته او في احسن الاحوال يعني التقاعه سرجانه عن البحث. طب هينفذوا الحكم؟ لا طبعا، وده ما يقلقناش خالص على فكره. وزير الداخليه نفسه عليه يجي مليون حكم وكله بيتشال في الدرج. طب واخرتها بقى؟ هي دي بلدنا يا روح. هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنحاول نستفيد من الضغط الاعلامي، يعني انا مثلا فكرت ان احنا نرفع قضيه ضد نقابه الصحفيين. ليه؟ انت مش اخوكي مخايط في النقابه؟ يبقى واجب على النقابه حمايته. يعني هو ده اللي بفكر فيه دلوقتي، المهم انا مش عايزك تقلقي خالص، كل حاجه هتبقى تمام. يا فندم المشكلة كانت ممكن تتحل وكانت وقفت عند القبض عليه، لكن الأسلوب اللي اتبعناه مع جمال هو اللي وصله للحالة دي. أنت مش بلغته إن إحنا هنتصرف وخلاص؟ طبعًا بلغته، بس المسألة بالنسبة له ما بقتش قرصة ودن. جمال حس إنه اتغدر بيه. للمرة التانية بسألك يا علي، في إيه تحت إيد جمال؟ ما قاليش ولا عمره هيقول لي. كده بقى ما بقاش بيثق فيك أنت كمان. بصراحة يا فندم أنا لو مكانه هشك في نفسي. هو هيترحل أنت؟ النهاردة أول عرض على نيابة أمن الدولة. عايزك تعرف لي مين اللي بيحقق معاه. رئيس نيابة اسمه زين نصار. مش سهل. أنا لسه جاي من عنده دلوقتي. على مين سعادتك؟ ولا طلع مني بحاجة. تلميذك. يا ريت يا أخي النباهة دي كانت في شغلنا كمان. الموضوع ده لازم يتلم بسرعة. وجمال لازم يخرج براحة. ايوه بس ما تقلقش، مش هكلفك انت بالموضوع ده، في واحد تاني انا عارف هو مين. كل ما في الامر ان انا يعني كنت بفكر بصوت عالي. ايه
جيمي. معرفتك يا شاب. صباح الفل يا امين. المحامي بتاعه اهو. ماشي يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا اشرف. ما تقلقش عليا انا كويس. انا جاي لك فطار. ايه الجو ده؟ ابويا دخل عليا فجأة ولا ايه؟ ما دام بتهزر يبقى طمنت عليك. انا مش عايز اكل. انا اشرب شوية شاي بس. ماشي. النبي يا برنس يا باشا. واحد شاي وصاوي يا امين. حاضر. اخبارك ايه؟ ما تقلقش. سيدنا السر رئيس النيابة اللي هتخش له ده النوع الغاتب مش سهل. هنلف ويدور عليك بالسؤال بمليون طريقة وبمليون شكل. احنا زي ما اتفقنا. كلامنا زي ما هو. ابويا فين يا اشرف؟ يا جمال ما رضيتش اقول له بقى. انت عارف ابوك تعبان من القصة دي اصلا و هاته معاك المرة الجاية. انا لازم اشوفه. حاضر. ماشي. جبت لي معاك سجاير؟ اه. امسك. الدنيا بره فيها ايه؟ ما اخبيش عليك. الدنيا بره مقلوبة. الصحافة والجرايد وراهم سيرة غيرك. والناس بتقول ايه؟ يفرق معاك؟ يفرق معايا سليم. ابوك مفهمنك بره مصر. لحد ما الناس ببراءتك تخرج ان شاء الله. بتشوفني؟ بشوفه. وبلعب معاه بلاي ستيشن وبيكسبني بديك كلمة. طلع لابوك. وحشتني ابن اللذين. شكرا. بقول لك ايه يا جميل؟ انت تعرف البنت المذيعة اللي اسمها ليلى محجوب دي؟ مالها؟ مالها ايه؟ ده من ساعة اللي حصل وهي مهيجه عليك الدنيا بشكل غير طبيعي وجايبه صور وتفاصيل وحاجات مش عارف جايبها منين. الموضوع زي ما يكون طار بقيت بينك وبينها. انا فكرت اروح لها واسالها انت بتعملي كده ليه؟ ومصلحة مين ده كله؟ وتعرفي جمال منين اصلا؟ وايه اللي بينك وبين جمال يخليكي تعملي عليه الحاجات دي كلها؟ انا مش فاهم يعني. طول عمري شاطره في الصحافه من اول ما بدات. التحقيقات اللي كانوا زمايلي ما يعرفوش يلموا حواليها مصادر او يجيبوا منها معلومات كان الاستاذ داود رئيس التحرير يديها لي. كنت اخد الموضوع كانه شخصي وكانه طار بقيت بيني وبينه لغايه ما اجيب اخره. يا رهبه انت مش سهل. انا خاف منك بقى. تخاف مني انا؟ اوعى تقول كده تاني هزعل منك. طب انت مش خايفه اطلع وحش؟ لا يمكن. احساسي لا يمكن يخدعني. حتى لو طلعت كده هفتكر لك ايامنا الحلوه بس. يا وحش. جيمي جيمي ايه يا ابني رحت فين؟ سيبها يا اشرف خليها تعمل شغلها. هو انت تعرفها بجد؟ يلا بقى والنبي يا استاذ رئيس النيابه طالع مش عايزين مشاكل. ماشي ماشي حاضر. يلا ربنا معاك. ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط بارتكابك لحادث تفجير الكنيسه؟ ما حصلش. وما قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع عدة عناصر لارتكاب حادث التفجير؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وكاميرات مراقبة الكنيسة من الداخل والخارج اللي بتثبت إنك كنت هناك وشهادة الشهود اللي بتأكد نفس الكلام. وجودي هناك مش معناه إني ارتكبت الحادث. إيه اللي وداك هناك يا جماعة؟ مفيش حاجة تمنعنا نزور بيت من بيوت ربنا. أنت مسلم ولا مسيحي؟ ليه الأسئلة العنصرية دي بس يا باشا؟ جاوب على قد السؤال. مسلم. طالما مسلم إيه اللي وداك هناك؟ يعني بحس براحة نفسية. ويا ترى بتروح الجامع برضه ولا ما بتحسش بنفس الراحة النفسية؟ لا أكيد بحس بنفس الراحة، أنا بحب أزور كل بيوت ربنا. مسلم وظابط في أمن الدولة وفي كنيسة وقت تفجيرها مش شايفها غريبة شوية؟ ظابط دي سابقا لكن دلوقتي يا صاحب شركة سياحة وزيارة الكنيسة جزء من شغلي. شغلك اللي هو ايه؟ الكنيسة دي مش مزار سياحي بس تكشفها عشان الأفواج السياحية اللي جاية عن طريق شركتي من الخارج وده سبب الزيارة مش أكتر. ويا ترى بتزور بإيديك فاضية ولا بتاخد معاك زيارة؟ لا مش فاهم السؤال. وبصماتك اللي موجوده على شنطه احتوت على قنبله ما انفجرتش؟ لا دي مش بصماتي. تصور التقرير اثبت انها بصماتك. المحامي بتاعي شكك في نزاهه التقرير ده. بتقارير منزهه عن اي شبهه تدليس. طب سعادتك تقدر تسال راعي الكنيسه والخادم. هما كمان بصماتهم كانت على نفس الشنطه. اللي بتتكلم عنهم دول يا جمال مسكوا الشنطه بطريق الصدفه. وانا كمان مسكتها بطريق الصدفه. وانا اتحدى ان الهالي قال لي اركنها جنبك. اللي هو مين الحد ده؟ حد ما اعرفوش. شكله ايه الحد ده؟ لا مش فاكر، ما ركزتش في ملامحه قوي. هو اي حد يديك حاجه تاخدها منه على طول؟ بركنها له مش باخدها منه.
ايه علاقتك بالمتهم التاني سيد هلال؟ سيد مين يا فندم؟ سيد هلال. لا سيد هلال انا ما اعرفوش. ما قابلتوش قبل كده؟ ممكن اكون قابلته مره في امن الدوله. بس هو في التحقيق بيقول انه يعرفك من قبل كده. نتيجه ضرب وتعذيب. ضرب وتعذيب. طبعا وانت احسن واحد يكلمنا عن الموضوع ده. قول لي يا جمال، ايه سبب رفضك من جهاز الشرطه؟ قررت على السوفي. بس سيادتك تقدر ترجع لتقرير الوزاره وتتاكد بنفسك. اتاكدت فعلا وعرفت انه بسبب قسوه في التعامل اثناء التحقيق مع احد المتهمين واللي مات على ايديك. ما حصلش. تقرير طب الشرعي اثبت انه هبوط حاد في الدوره الدمويه. بس انت عارف التقارير دي كانت بتتكتب ازاي؟ تقرير الطب الشرعي منزع عن اي شبهه تدليس. مش كده ولا ايه؟ ما قولك فيما هو منسوب اليك من حيازه ذخائر واسلحه ناريه دون ترخيص؟ كلها مترخصه. كلها لحمايه الشخصيه. ايوه يا استاذه ليلى. بقول لحضرتك كشف مكالمات جمال الجبالي كله. ايوه معايا خلاص. لا لا محطات تانية مين؟ محدش عارف يعمل الحركة دي إلا العبد لله. المفاجأة بقى اللي فيه مكالمات لرقم السفير بهجت سالم. أيوه السفير بهجت سالم بتاع العراق. أنا دورت ورا كل النمر اللي موجودة في الكشف وعرفت المعلومات دي من جوه الشركة. حضرتك هتشوفي بنفسك يا أستاذ. بيرو I know إنه اللي حصل ده كان very hard بس خلص حبيبي you have to overcome it. بيك كتير كبير بالسن وإذا شافك أنت أحسن هذا الشيء حيساعده كتير إنه ينسى. ينسى؟ سوري ما قصدي إنه ينسى، قصدي بس إنه يحاول يعيش بطريقة أحسن. عارفة مارلين أبويا حاله أحسن مني بكتير. عاش مع أمي وأخويا زمن وفاكر لهم مواقف وحكايات دارت ما بينهم في البيت ده. أنا اللي سافرت وبقيت. أنا أيامي معاهم مش فاكر منها أي حاجة. أنا أمي كانت بتيجي وتقولي فاكر يا بيلو كذا؟ وتيجي تقعد تحكي لي وتفكرني. أنا افتقدتهم أكتر واحد. حبيبي أنا فاهمة شو عم بيصير معك وحاسة فيك كتير منيح، بس شو مفكر؟ فكر أنت إذا طليتك قاعد هون، هيدا الشيء رح يرجع لك أيامك معهم ولا شو؟ أيوه هرجعهم وهعرف أجيب حقهم كمان. من مين؟ بس خبرني من مين؟ انت يا حبيبي عم بتحارب شبح اصلا مش عارف هو مين ولا شكله كيف ولا مكانه فين. مارلين انا ما بحبش اسمع الكلام ده بليز. كلامي ده هو اللي حيرجعك معايا. هيدا البلد مش بلدنا. انا من وقت ما وصلت لهون وانا بشوف الظلم افريوير في الشوارع في الشحاتين. حبيبي الناس هنا عايشين كانهم مواطنين درجه 10. ليش تنعيش هون؟ We have our country. بليز خلينا نرجع، أنا تعبت كتير. ليش ما عم تقبل؟ لأنك زي ما قلتي بالظبط، أخويا وأمي عاشوا درجة 10 وكانوا مستحملين وساكتين وماتوا بالظلم اللي أنتِ قلتي شفتيه. يبقى أنا كمان هشارك في ظلمهم وأدي لهم ظهري قبل ما أجيب لهم حقهم؟ من مين؟ بس قل لي من مين تعرف؟ أنا هعرف من مين، أنتِ مالكيش دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد أمهلناكم يا حكومة مصر العميلة أن تعودوا إلى سبيل الحق، فانتقلتم إلى الأرض ولا زلتم تبغونها عوجا بالتعامل مع العدو الأمريكي والصهيوني. يقول تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا هو الإنذار الأخير وبعدها سنريكم بأسنا. طب إزاي؟ ده اتقتل بعد كده؟ ده اللي أنا مش فاهمه أستاذة. ممكن ما يكونش اتقتل بعدها مثلا. السيد دي مصر استلمت جثمانه ومشي في جنازته رئيس الوزراء وزير الخارجية نفسهم. انت بتتفهم ازاي دي؟ بسم الله ما شاء الله، ضحكته ترد الروح. يا اختي ربنا يخليه لك يا حبيبتي. تصدقي أول مرة أشوف ضحكته؟ هو أنت بتقعدي معانا يا منى بنتي؟ بس تعرفي كله أبوه علي بيه. يا سلام. آه والله ربنا يحفظه ويصونه. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة يا علي بيه. بقول لحضرتك رامي اهو زي القمر، بص وشه يجنن، ضحكته من هنا ومن هنا، كله حضرتك. بابا فين يا منى؟
في المكتب، كلمه على الموبايل. ما بيردش. بقول لحضرتك ايه؟ احضر لك العشاء؟ بسرعه. من عينيا، ده انت تؤمر. يلا يا رول، يلا يا رول. يلا بينا يا حبيبي. رحت تحيين يابا؟ رحت. وايه الاخبار؟ العادي. كم سؤال مالهمش لازمة. علاقتك ايه بالمتهم؟ سلوكه، معارفه، مشاكله. رئيس النيابة بيتسلى. زي ما كنت متوقعة. الموضوع ما يهمكش. جمال يضيع ما يضيعش. مش مهم. جمال مش هيضيع. أمال بتسمي اللي أنت بتقوله ده إيه يا علي؟ صاحبك وزميلك طول عمرك. سبتوا الشرطة مع بعض. وتشاركتوا في مشروع مع بعض. وتعرف عنه أكتر ما أي حد يعرف عنه. يبقى إيه يا علي؟ يبقى ظروف شغلي يا منى. اللي أنت مش عايزة تفهميها. شغلك؟ تعرف يا علي؟ أنا عمري ما سألتك عن شغلك. مش بس عشان مش مهتمين يعرف. لكن كمان عشان عارفة ومتأكدة إن أنت هتكذب عليا. وأنا بقى يضايقني قوي إن واحد زيك يكذب عليا. مش محتاج أكذب يا منى، عارفة ليه؟ مش علشان مستني أنول الشرف العظيم بالكذب عليكي، لأ. بس علشان عارف ومتأكد إن اللي عايزة تعرفيه هتعرفيه. برافو عليك. بس أنا المرة دي بقى عايز أعرفه منك أنت. جمال إيه علاقته بالحادثة يعني؟ عايزة تعرفي جمال علاقته إيه؟ أوي أوي. أقول لك. بس قبلها قولي لي أنت. ليه مهتمية بحكاية جمال؟ وكل شوية أسئلة واستفسار. اللي بينك وبين جمال يخليك خايف عليه للدرجة دي، ها؟ أنت بتغير بقى ولا إيه؟ هيكون إيه اللي بيني وبين جمال؟ بحبه؟ بيحبني؟ في ما بيننا علاقة مثلا وخايفينك تعرف؟ كنت بتتصلي بجمال ليه يا منى؟ أنت بتتجسس عليا يا علي؟ شفت نمرتك موجودة كل يوم مرة واتنين في سجل مكالماته. طب وفيها إيه؟ أنا اللي بسألك. وأنت اتجننت عشان أجاوبك؟ جمال ده أنضف وأرجل واحد عرفته عن طريقك. يا ريتك يا اخي تبقى زيي. قولي لي اللي بينكم، ها؟ لما تشوفه ابقى اساله. وابقى اشوف كمان هترد تقول ايه لبابي على التخاريف اللي انت بتقولها دي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. ولا زالت حاله التخبط والتضليل الاعلامي المقصود هما المسيطران على الشارع المصري. دماء قبطيه ومسلمه. خلينا نقول دماء مصريين أريقت، وإلى الآن أخبار وتصاريح متضاربة واللغز يزداد تعقيداً ومحدش عارف الحقيقة فين. لكن ده مش معناه إننا هنقف مكتوفي الأيدي وننتظر تغطية الأحداث بأحداث أخرى، أو بالبلدي كده الطرمخة على اللي بيحصل، وإننا شعب طيب ودوامة الحياة واخداه. مش هنعمل كده. مش هنستنى إنهم يفرجوا عن الحقيقة أو الجزء اللي هم شايفينه مناسب من ظهوره من الحقيقة. إحنا بنتحرك وبنوصل للمعلومات. هدفنا الوحيد هو تقديمها لحضراتكم علشان نقول ان البلد دي لسه فيها شرف وناس امينه تستحق العيش بكرامه وتستحق معرفه الحقيقه مهما حاولوا يخبوها عننا. لكل هؤلاء تقرير حصري غايه الدقه والخطوره، ومعلومات الصور بتنشر لاول مره عن المتهم الاول في حادث تفكير الكنيسه، المتهم جمال الجبالي. حاضر ونرجع. خلاص يا اسماء، جمال بقى متهم رسمي. حضرتك ده كلام تلفزيونات، هم وراهم غير كده. والنبي يا استاذ رجائي، حلفتك بالنبي ما تتفرج على الحاجات اللي بتوجع لك قلبك دي. هي الحاجات دي بس اللي بتوجع القلب يا اسماء؟ كل حاجه حواليا بس بتوجع قلبي دلوقتي. جمال وغيبته عني، لا انا عارف هو عامل ايه ولا بيعملوه ازاي هناك. أنا عارف إذا كان هيرجع ولا مش هيرجع. كلام الناس واللي بيقولوه عنه سليم
وخوفي لحد يسأله عن أبوه. عمري ما تمنيت الموت زي الأيام. نفسي ربنا يريحني من وجع القلب اللي أنا فيه ده. ما تعملش في نفسك كده، ربنا يديك الصح. أرجع أقول لنفسي لو مت دلوقتي مين اللي هياخد باله من سليم ويربيه ويراعيه؟ ده هيفتكر إن أنا اتخليت عنه. ده محلفني قال لي اوعى تسيبني يا جدو لحد بابا ما يرجع. والنبي يا رب، النبي يا رب تحلها بمعرفتك. لا معرفتك يا رب انا خلاص والله بقيت مش قادر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ضابط الشاب جمال رجاء الجبالي من مواليد القاهرة 1973، تخرج من كلية الشرطة ليتنقل بين عدة مواقع من الأمن المركزي لقطاع السجون للأمن العام وانتهاء بمباحث أمن الدولة. مطلق ولديه طفل واحد. طليقته السيدة فريال نصير زوجة رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشعب السيد سعد الكومي. تشير التحقيقات السرية إلى إحالة الجبالي إلى التقاعد بسبب سوء معاملته وقسوته المفرطة التي طالما لجأ إليها في تعامله مع من يحقق معه. يبدأ بعدها مشروعا خاصا مع زميل سابق بالشرطة الرائد علي الميري، عبارة عن شركة للخدمات السياحية مكنته من توسيع علاقاته، وهو ما تقوم أجهزة البحث بتتبعه للوصول إلى المحرض الفعلي لحادث تفجير عمرو حسن الشارع المصري. شكرا لزميلنا عمرو حسن. وزي ما حضراتكم تابعتوا التقرير وعرفتوا المعلومات اللي فيه، احنا امام حاله خاصه جدا بتحوي العديد والعديد من الاسرار والاسئله اللي لازم نوصل لاجابتها بكل حذر وكل دقه، لانها في الواقع اجابات بتحمل من الدهشه ما يفوق الاسئله. اوعى تنسى ان كومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلبيتك، يعني كلمه كده ولا كده هيمسكك. صح، ايه رأي سعادتك يا باشا؟ يعني الصوت والصورة مش واضحين ولا ايه؟ ايه اللي عرفك ان اللي موجود على السي دي ده يهمني انا؟ يا باشا اي حد في الشارع بيقرا الجورنال الصبح عارف اللي بينك وبين سعد الكومي، وان كل واحد فيكم مستني للتاني على غلطة. فانا لما الاقي نوح السباعي اللي هو شخصية عامة ومسجون عندي جاي له المحامي بتاع سعد الكومي كده في زيارة مريبة والمأمور مش على بعضه، يبقى الحكاية فيها حاجة شمال. بعدين السي دي دي كان بقالها فترة كده عندي لدرجة كنت بفكر امسح الفيديوهات دي خالص، وبعد كده قلت خساره خليها، حاجه زي كده ممكن تنفعنا كلنا. قول لي بقى يا حضره الضابط، ايش ضمني ان السيديهات دي مش مضروبه وانها لعبه من العاب الكومي عشان لما انشرها يرفع عليا قضيه تشهير؟ معاك حق والله، انا برضو ممكن اخرج من عندك اطلع بيها على مكتب الكومي واقول له الحق قفشتها مع صول ولا واد مسجون عندي شغال لحساب وهاب ابي خليف، وساعتها بقى مش هيشك فيها خالص، ده انا بلم الدنيا من وراه وبعدين هيخلص معاها على طول من غير سين ولا جيم. ما هي برضه مش ضمانه. براحتك يا باشا. طب اديني 24 ساعه عشان اتاكد من اللي انا شفته ده بنفسي. 24 ساعه والفيديوهات دي هتكون في خزنه الكومي. سلام يا باشا. سعاده البي جاي لحضرتك حالا يا فندم. شكرا. يا اهلا وسهلا بالصحفيه والمذيعه اللامعه. ده اسكادا او شانيل؟ اسكاد. اتفضلي. شيء عظيم جدا. كان في زمان السفير مختار العربي كان بيدرس لي في المعهد الدبلوماسي اللي بيأهلنا لدخول الدبلوماسيه بعد كده، كان دايما يقول لي اهم المداخل لمعرفه شخصيه اللي قدامك نوع البرفان اللي بيستعمله. طبعا للاسف سيادتك شايف العيشه اللي انا عايشها،
خلتني استبدل ذاكرتي البرفانيه بذاكره من نوع اخر. جاني البرتقان انواع الاسمده كده يعني. حضرتك المكان اللي انت قاعد فيه ده جن نعيم حقيقي. اي حد يتمنى يكمل حياته هنا؟ ممكن، بس مش اي حد زي ما بتقولي. انا هنا دلوقتي بقالي حوالي 3 سنين من وقت عمليه العراق، والامن اجبرني على الاقامه هنا حفاظا على حياتي. طبعا اكتشفت ان اللي يقدرش الجمال والهدوء الموجود هنا الا اللي فات من اوقات عصيبه في حياته زينا احنا مثلا. انت عرفت يعني ده كله من نوع البارفيوم؟ اكيد لا، لكن بعد مكالمتك ليا استفزني ذكائك وقدرتك على معرفه مكاني، وقعدت اذاكرك كويس قوي، وجبت كل شيء يتعلق بيكي ودرستها مظبوط زي ما كنا بنعمل زمان ايام الخارجيه قبل ما نقابل رئيس وزاره او رئيس حكومه او حتى وفد. عرفت عنك كتير. كتير كويس ولا كتير وحش؟ ما دام اتقابلنا يبقى اكيد كتير كويس. انتي صحفيه جريئه ومذيعه شاطره بتدوري على الحقيقه. كبار رؤساء التحرير البولي معاهم وسائط اكبر كمان، بس انا ربطتهم كلهم. رفض حضرتك ليهم يخليني اسالك، وافقت تقابلني ليه؟ شوفي انا مش هسالك انت عرفتي مكاني ازاي، لانك هتردي عليا وتقولي لي انا صحفيه وليا مصادر خاصه، وهتقولي لي الكلام الدبلوماسي اللي احنا بنقوله علشان نخبي مصالحنا. كل ده مش مهم عندي، المهم اللي انا اكتشفته واللي خليني اوافق اني اقابلك. اللي هو انت مش جايه عشاني انا، انت جايه عشانه هو. ده شيء يسعدني عشان اوضح لك الحقيقه بدل ما تفضلي في الظلمه زي دي. مش عايز اسئله كتير، هتعرف كل حاجه بعدين. خليك ورايا ما تسيبنيش. ها
هو ده كل اللي حصل معايا، وكل اللي بيكتبوه عنه في الجرايد واللي انت بنفسك قلتيه مؤكد فيه حاجه غلط. عماد جد الله اللي انا اعرفه مش ممكن يكون زي ما بيقولوا كده. عماد جد الله؟ مقابلة السفير زودت الحيرة عندي. لما برجع افتكر ايامي مع احمد ولا جمال ولا عماد بكتشف ان مفيش حاجة في علاقتنا كانت واضحة. ظهوره في حياتي فجأة، اختفائه فجأة، اعرفه بس يطلع له كذا اسم. كنت بضحك على نفسي واوهم روحي، كنت فرحانة ومبسوطة مش مصدقة ان الدنيا ممكن تعوضني بسرعة كده. عارفه اللي مش عايزه تفكر عشان ما تعكننش على نفسها؟ دي كانت انا. يا حبيبتي ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيحب من قلبه ولا اللي قدامه بدله نفس المشاعر وهيفكر عكس كده. والنبي بلاش حكايه بدله نفس المشاعر دي، بتفكرني بهبلي وقد ايه كنت عبيطه. انا مش عارفه انت ليه بتعملي في نفسك كده. لازم اعمل كده واكتر من كده، لاني لو ما رديتلوش اللي عمله فيه واديته الالم ألمين هحس نفسي ضعيفه طول عمري. يا ليلى اهدي واسمعي، انت كده واخده الموضوع شخصي بزياده وملخبطه كل حاجه على بعض. ما ينفعش حبيبتي تخلطي ما بين احمد الطوخي وشغلك. اهدي كده وفكري وشغلي عقلك. طب والنبي يا روبا قفلي على الموضوع، انا مش عايزه اتكلم فيه تاني. براحتك. انا شفتي مره عندي كويست سديس اسمه ابو العزم صح؟ اه مظبوط. كانت رتبته ايه ده؟ لواء. هو لسه في الخدمه لغايه دلوقتي. بس انت ايه اللي خلاكي تفتكريه؟ السفير سالم وهو بيحكي لي قال اسمه، ولما سالته عنه مرضيش يديني اجابه واضحه، بس انطباعي عنه ساعتها انه شخصيه مهمه وله علاقه باللي حصل مع احمد هناك. طب وانت ايه اللي خلاكي تربطي ما بين الاثنين؟ ما يمكن تشابه اسماء. انا فكرت في كده برضه، بس الاسم مميز وصعب يتكرر في نفس المجال الامني ونفس الرتبه مرتين. روبا انا عايزاكي تساعديني. اكيد اكيد يا حبيبتي، لما اروح هبعتهم لك. لا تمام تمام يا باشا، لا خلاص زي ما اتفقنا. مع الف سلامة. مع الف سلامة يا باشا. أشرف أنت عايش أهو، ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك 100 مرة. ادخل. مش هطول عليك، شكلك خارج. لا أبدا، أنا كنت هندع على البواب يجروق الدنيا بس. ادخل ادخل. ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود، ده ايه ده؟ حصل امتى ده كله؟ من يومين. كانوا بيدوروا على اي اوراق تخص جمال. اي اوراق تخص جمال؟ هو جمال مش يخصنا برضه يا علي؟ ما بندورش عليه ليه؟ اشرف ارجوك، انا لا فيا مكفيني، اديك شايف مش كل حد حمل لي مسؤوليه جمال. جمال مش عيل صغير وعارف يعمل ايه اكتر مني ومنك. ده واضح ان مش انا لوحدي اللي بفكر كده، ده واضح ان انت واخد صف تاني خالص. صف تاني ايه؟ انت فاكرني مصدق انه جمال عمال يفجر ويموت والهبل ده؟ ويعمل ده ليه اصلا؟ ما تقصد ايه يعني ان جمال عارف هو بيعمل ايه كويس؟ اقصد انه ما حاولش يهرب مثلا، ما بيتكلمش، ما بيدافعش عن نفسه بقوه. اديك انت المحامي وصاحبه اتكلم معاك صرحك، ولا انا رحت له مره واتنين وسالته ولا طلعت منه بحاجه. وهنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل متوعينه في سكوته لحد امتى يا علي؟ لحد ما يتحكم عليه ويلبس البدله الحمراء ويجي يقول لنا تعالوا خدوا جثته؟ اعوذ بالله ما تقولش كده. ده اللي هيحصل له فعلا. اشرف جمال متورط، ده اللي انا متاكد منه. وانا بقى متاكد ان البت اللي اسمها تولين دي ورا كل اللي بيحصل لجمال. انت قابلتها؟ لا ما لحقتش. خساره، اللي عرفت انها سافرت خلاص. سافرت؟ بس لو وقفت عليها براءة جمال هسافر لها واجيبها في شوال لحد هنا. استغفر الله العظيم. يبقى احنا كده ما قدمناش غير الصول اللي كان موجود في الكنيسه ساعه الحادثه، اسمه خميس، بيقول لك فاكر كل حاجه واكيد عنده اي حاجه يقولها لنا. علي هاني يا اشرف، بص أنا عارف إن أنا وأنت من صحاب قريبين أوي من بعض، اللي بيربطنا جمال. أرجوك أرجوك خلي بالك منه، مش محتاج أوصيك. وأنت كمان يا علي مش محتاج أوصيك، جمال ملوش غيرنا. مدام فريال، أنت قلت إن فترة جوازك دامت حوالي 4 سنين؟ مظبوط. حصل إمتى رفض جمال الجبالي من الخدمة؟ صعب إن أنا أفتكر صراحة. طب خلال الفترة دي كان له أي دخل خاص من أي مجال؟ مجرد المعاش.
ليه ما حاولش يبقى له دخل خاص؟ عمره ما فكر يعمل بيزنس بتاعه، رغم ان زمايله كلهم كانوا بيعملوا كده، سواء اللي جوه الخدمه او بره الخدمه. عرضت عليه؟ كنت دايما بقول له ليه ما تفكرش تعمل حاجه بتاعتك، افرض سبت الشغل جرى لك حاجه. كان بيرد بعدم اهتمام ويغير الموضوع. تفتكري ده لان المال ما كانش بيمثل له اي اغراء ولا عدم تحمل مسؤوليه؟ مفيش حد ما يتمناش انه يبقى معاه فلوس. تقدر تقول عدم تحمل مسؤوليه، فشل، عدم طموح. انت بتفسري بايه انه غير موقفه بعد كده وبقى ليه مشروع خاص؟ لان علي زميله هو اللي لح عليه، لولا كده جمال كان استحاله يعمل حاجه. بس يعني ملف خدمته بيقول ان كان بياخد تدريبات وفرق بشكل مستمر ومتطور جدا. عمري ما حسيت ده معاه. جمال من النوع اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان الفلوس؟ اظن لا. تمام؟ سؤال اخير يا مدام كريال، كان ايه رد فعلك لما عرفت ان جمال اترفد بسبب استخدامه العنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه؟ ما استغربتش. مارس ده معاكي؟ مدام فريال، ده كان السبب الرئيسي اللي خلاني انا وجمال نسيب بعض، لاني لو كنت كملت معاه اكتر من كده كنت هبقى بعين نفسي. عند حضرتك اي اسئله تانيه ولا ممكن اروح؟ منيح اللي رديت، لانه لو ما رديت هالمره كنت رح تلاقيني قدامك بالقاهره. وين تولين؟ موجودة. الشباب تبعي عم يقولوا إن اختفت بعد ما طلعت من ميامي. أنا ماليش دعوة برجالتك يا مهدي. أنت طلبت مني طلب ورجالتي هم اللي نفذوه. أنا كنت بعت لي إياها. الليلة لازم تكون عندك. ما ينفعش تخرج من المطار بالسرعة دي. اسمها موجود على قوائم الممنوعين من السفر. عموما إديني فرصة. بس أنت سيدي عارفين إنه شغلنا ما في غير فرصة واحدة. وبس. صباح الخير يا فندم. كويس انك جيت يا علي، كنت لسه هطلبك. اقعد. خير يا فندم. هيجي منين الخير؟ اسمع، انا عايزك تجهز مرات المهدي وبنفسك تخرجها باسرع ما يمكن، ويا ريت لو لحقت النهارده قبل بكره. سعادتك انا سفرتها من امبارح. نعم؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لي يا فندم؟ ما احنا متفقين ان ده طلب جمال، والا كان ايه؟ كان لازم تقول لي قبل ما تنفذ. هو في ايه يا فندم؟ فهمني. افهمك ايه ولا ايه؟ انت ما بتفهمش حاجه خالص. علي اطلع بره. بره يا علي. كل منك يا جمال. الحمد لله. اللهم انت سلام ومنك السلام. الحمد لله. من كتر الضرب حسيت ان انا نسيت الكلام. نسيت انا هنا ليه وبيعملوا فينا كده ليه. حسيت في اللحظه ان احنا مش بني ادمين. ازاي البني ادم اللي ربنا كرمه يعملوا فيه كده الكفره الظلمه؟ بيهتا ايه ده، ما تتكلمش كتير، كلامها هيتعبك اكتر ما هيريحك. هي فين الراحه دي؟ ده احنا في كابوس. كابوس ايه الجديد يعني؟ طول ما في ضابط اكيد في متهم، زي ما في حد بيتضرب اكيد في حد بيضرب. هي اللعبه كده، انت حظك جه متهم وبيتضرب. مش لما اكون ده باختيارك وبمزاجك. مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه، كله باختيارك. أو كلام؟ لا مش كلام. أديني قدامك أهو. مرة اخترت أكون ظابط ومرة اخترت أكون هنا. هو أنت مين بالظبط يا أخ؟ أنا جمال الجبال يا سيدي. جمال؟ على فكرة أخ جمال، أنا ما قلتش حاجة عنك صدقني. يمكن بس لما كانوا
بيضربوني ويغم عليا اكون قلت حاجه كده ولا كده مش فاكر مش فاكر يا سيدي سامحني اخ سامحني ولا يهمك حتى لو قلت حاجه مش تفرق وانا مسامحك يا سيدي عارف يا اخ جمال انا مبسوط وانا هنا معاك وانا في الزنزانه بتاعتي كان في صوت ميه بينقط طول الوقت الصوت ده ما بطلش من ساعه ما اتحطيت في الزنزانه لدرجه اني حسيت انه هيخرج من دماغي الحمد لله والشكر لله الحمد لله انا حاسس ان انا هموت ايوه حاسس ان انا هموت صدقني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هموت يا اخ جمال صدقني هموت عارف ليه عشان جابوني معاك في الزنزانه هنا عشان لما اموت يلاقوا حد ينده عليا مش هتموت مش هتموت اللي خليك تستحمل كل ده يخليك تكمل لحد امتى بس معرفش بس لازم تستحمل افتكر اي حاجه تستحق ان انت تعيش عشانها افتكر حد بيحبك بس بدك ترجع له ما تستسلمش اعتبر ان كل ضربه بتقويك وكل ساعة ظلم بتموت ما تقبلهاش هو في حد بيرضى الظلم بمزاجه يا اخي جمال لا طبعا بس في حد بيختار يفضل جواه وحد بيخرج منه الا قول لي يا اخي جمال هو انت عندك اولاد مش كده ازاي يعني ايه اللي بتقوليه ده اكيد لا يا جمال يا جمال يا ابني انت فين استني ثانية واحدة ايوه يا حاج معايا تليفون ثواني تليفون ايه تعالى يا ابني خلصتي حاضر جاي طب اقفل ثانية واحدة هكلمك ايه ده يا حاج انت اتخطفت ولا ايه ما تفكوش يا شبي كده الخطة هتبوظ الخطة اسمها الخطة يالا خطة ايه وخطة ايه فك والله انا اللي هبوظ جدتكم الضرب جيم انا اللي حواليك الجيم اللي على اصلا اجري سليم استنى على استنى اجري سليم تعال اجري تعال تعال هديت روحي يا ولد الكلب بقى جاي ما تربطش جده تاني انت فاهم اه فاهم ان انا معاكم في العصابه ها مش كده حاضر بص بقى انا وانت وجده ايد واحده انا ما حدش فينا يربط التاني ولو حد فينا لقى حد مربوط يفكه ويساعده انت فاهم؟ فاهم بس ده كان جيم يبقى نربطه كده وكده ماشي الواد يا اخويا ايده عافيه بسم الله ما شاء الله طالع لابوه هذا السبل يا حاج ربنا ابني يفرحك بيه ويسعد ايامكم الجايه ان شاء الله تعرف ان ابني اسمه جمال على اسمك هو عنده 3 شهور دلوقتي ربنا كرمني بيه بعد عذاب سنين كنت قربت افقد الامل اني بقى لي ذريه على وجه الارض هما بيضربوني اتمنيت ما اكونش ابني جه على وش الارض عشان ما اشوفش العذاب والذل اللي ابوه شافه في الدنيا صلى على النبي ربنا يخليه لك بكره يكبر وتشوفه زي الفل اقول لك على حاجه انت عارف ان الواد سليم وحشني قوي حته واد زي القمر لما نخرج من هنا اخليك تشوفه هتحبه قوي قوي بص انا راسم له هنا صوره على الحيطه بص عامل ازاي عارف لما هتشوفه هتتمنى ان ابنك يطلع شبهه بالظبط وحشني من اللذينه هلال تصاعد أنفاسي هلال إليك عتاب لا إله إلا الله وكل إشاراتي إليك خطاب
الهاشمية يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. فريال مساء الخير. مستكثرة تقولي مساء الخير يا عمي، وماله يا بنتي؟ مساء النور، اتفضلي. لا معلش، اصل انا عندي حاجات كتير اعملها، مش هينفع اقعد. انا ما بقولكيش اقعدي، بقولك اتفضلي. ما يصحش تقفي على الباب كده، ده مهما كان بيتك برضه. تقصد كان بيتي؟ بيت ابنك يبقى بيتك يا بنتي، ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا بنتي؟ البيت ده كان هيبقى بيت ابني زي ما بتقول، لو كنت ناوي اسيبه يقعد هنا اكتر من كده. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس يا استاذ رجائي، سليم لا من مصلحته ولا من مصلحتك انه يفضل عايش هنا. مصلحته ايه ومصلحتي ايه يا بنتي؟ ومصلحه ابوه اللي امر انه يقعد هنا. ابو مين؟ هو انت لسه بتحكي لسليم عن ابوه؟ ما انا عايزين احكي له عن مين؟ عن امه اللي جايه تخطفه وتحرمنا منه وتقول انه مش هيعيش هنا؟ والنبي بلاش طريقه جمال اللي واخدها منك دي. اخطفه ده ايه؟ انا لو عايز اخطف ابني زي ما انت بتقول كنت خليت جوزي يبعت له جيش من رجالته، وانت عارف كويس قوي ان انا اقدر اعمل كده. بس انا بقى كنت متوقعه ان انت اللي هتجيبه لحد عندي وتديهولي. تجالك منين التوقع ده يا ست البنات؟ لو انت خايف على سليم فعلا وعايزه يكبر ويتربى بطريقه كويسه ومحدش يعايره بسيره ابوه، يبقى خليه يعيش معايا. يا بنت عيب ما يصحش الكلام ده، خلي بالك من كلامك. ابني ما هوش عيبه ولا معيره، ابني مظلوم، وانت اكتر واحد عشرتيه وعارف انه يمكن يعمل الكلام اللي بيقولوا عليه ده. يقولوا بقى ولا ما يقولوش، انت عارف الناس بتاخد باللي بتسمعه وبتشوفه، وهيفضلوا يعيدوا ويزيدوا في الموضوع حتى لو ابنك خد براءة. صدقني يا استاذ رجائي انا ما بجيش على حد، بس انت عارف بلدنا بقى الناس ما وراهاش حاجه غير الكلام على بعض، والفضيحه بتمد السابع جد. يعني كل ما سليم قعد هنا اكتر كل ما سمع وشاف اكتر. لو انت فعلا خايف عليه وعايز مصلحته ما تخليهوش يتعاقب على حاجه ما عملهاش، خليه يجي يعيش معايا، واوعدك ان هو مش هيتاذي. مش هرد عليك، مش هرد عليك دلوقتي يا فريال، بس كل واحد بيعمل بقصره. بس اللي عايز اقولهولك ان الكلمه الاولى والاخيره هتفضل لجمال. يا فندم انا عايز اوضح لسعادتك نقطه. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمه دي استثنائي لان عارف انت ايه، وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم، مفهوم سعادتك. صوت جمال الجبالي واضح وهو يتلقى الاوامر ويوافق عليها. المكالمه واضحه وصريحه لدرجه مش محتاجه اي تعليق. Thank you.
جمال من يوم ما عرفته عن طريق علي وهو غامض. وده كان بيضايق قوي اللي كان متجوزها دي. عمرها ما فهمت ان غموضه ده احلى حاجه فيه. الست ما تحبش الراجل يبقى عامل زي الكتاب المفتوح. عكس الراجل. يحب يبقى شايف كل حاجه في الست. انما الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل واسراره. تحب كل يوم كده تكتشف حاجه جديده فيه. تشوفه كل يوم بشكل مختلف. كانها بتتعرف عليه لاول مره. زي جمال كده. ما حدش قالك انك عايز تتعالجي؟ لا بس قالوا لي انك ما بتفهمش. طب ده حلو، ده حلو قوي عشان تشوفني مختلف كل شويه. بس انا عارفك بتزهقي بسرعه. لا يا حبيبي انا عارفه كده عنك من زمان. طب خدي. مش عايز. الله مالك فيكي ايه؟ هتعمل ايه لجمال يا اشرف؟ جمال مين؟ الغامض ولا المكشوف؟ والله انا غلطانه، انا جاي اتكلم مع واحد حيوان زيي. تعالي بس تعالي. اقعدي بس. مالك فيكي ايه؟ جمال هيبقى زي الفل. انا ماسك قضيته. وبعدين ما تمثليش، مفيش حد فيكم كلكم قلبه على جمال قدي. مالك بجد فيكي ايه؟ كل مره باجي لك هنا ببقى فاكره اني جايه لواحد بني ادم هيفهم. بتلاقي حمار مش كده؟ وانا مش عايز ابين لك ان انا فاهم كل حاجه. لا تقلقي. فاهم ايه بقى ان شاء الله؟ فاهم انك بتحبي جمال. وعلي ده بالنسبه لك زي الجزمه والشنطه والعربيه، الحاجات اللي بتجيبيها وتزهقي منها بسرعه. انت بتقارن جمال بعلي؟ خالص. انا بقول لك اللي جواكي. انا ماشيه. ماشيه فين بس؟ استني. ما صدقت ان انت جيتي. وبعدين خلاص يا ستي. مش هقارن جمال بعلي. امشي يا علي، امشي. علي وحش. علي كخ. خلاص بقى. في ايه؟ اوعى. يا بت خلاص، في ايه وغلط؟ اوعى بقى. يا بت خلاص. لا اوعى. انا لو اعرف الحكايه كده كنت خلصت وقتي ورجعتها بلدها. ملحوقه يا بوب. بس ايه اللي وقع جمال باشا وقع زي كده؟ مش مقامه. الحكايه دي فيها عين ومتزقه. يعني ايه؟ يعني حد قايل عليه وموقعه فيها. ما تجيش الا كده. عيبان. أهم حاجة زي ما فهمتك، البيت تخرج بأسرع وقت لحد ما ده يحصل. تخفيها عن عيون الجن. البسها طاقية الإخفة. ولو إني يعني كنت اتربطت من لساني معاها. في إيه؟ طلبت تطل على جمال باشا وأنا قلت لها إنه أمان يعني. أمان؟ أمان إيه يا بوبو؟ هو أنا جايب لك خواجاية وبقول لك تفسحها؟ البنت دي لو اتشم خبر إنها لسه في مصر هتتنفخ وأنت قبل منها. نفخ. اتصلي على النبي علي بيه. اعتبرها في حجر امها خلاص. البنت دي حكايتها مشبكه. 100 عين بتدور عليها. ابو العزم من ناحيه وجوزها من ناحيه وانا مدي جمال كلمه وموصيني انت اللي تخلص. امان يا باشا. سافرت خلاص. ماشي. اول ما تجهز قول لي. ماشي. بالاذن. اسمع. مش هنتقابل تاني. تليفونات بس بالطريقة اللي انت عارفها. تمام يا علي بيه. كده يا باشا، ايه لازمته السسبنس ده؟ علي كان عايز منك يا بوبو. انت مش زوم العدم المؤاخذه؟ اساله يا باشا. كان عايزك عشان تولين، مش كده؟ تولين مين؟ وبعدين بقى في ليلتك دي تولين اللي انت مخبيها يا بوبو، وكان عايزك تصفرها له وهي لابسه طاقيه اللخفه، صح؟ الله 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 الله، احنا متشلحين بقى يا باشا. طب انا شربت شاي ولا قهوه؟ القهوة دي هشربها على روحك يا روح امك لو فضلت مكمل في الحوار ده. يا باشا اهدى كده وقول لي طلباتك، رسيني على الحوار. انسى المشوار ده يا بوبو، عشان لو تم هيزعلك وهيزعل الناس منك. قول يا بوبو، نفسك تبقى مع كبار
ولا انت وقعت تحت الارض؟ زعلك وحش قوي يا باشا، مع الكبار طبعا. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارف، يمكن اروح المحطه ويمكن اكسر محطه. انا صحيح قولي لي، البنت الليله دي انظمه وانت مالك بيها؟ عايز صاحب ذوقك زباله يا شيخ. زي ما بقول لك من ورا قلبك. روبا انا اسفه يا اشرف، لان جاي لك في وقت زي ده ومن غير ميعاد. لا لا خالص خالص. طب اتفضلي. واضح انك مش هقول. لا خالص، دي زبونه عندي في المكتب، في مشكله كده. في حاجه انت؟ لا لا خالص، بعدين هبقى اجي لك في وقت تاني. عن اذنك. ربا ربا، مش بقول لك ذوقك زباله؟ ايوه. ما قولك فيما هو منسوب اليك من اتخاذ شركه السياحه المملوكه ليكوا بالشراكه مع الغير كستار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح؟ الشركة مش ستارة لأي حاجة، كلها كانت سفريات شغل، كنا بنتفق على تسويق برامج سياحية، أما تجارة السلاح أنا ماليش علاقة بيها. لكن البيان الوارد من غرفة السياحة بيقول إن الشركة ما كانش ليها أي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا بإحضار أفواج سياحية للبلاد. والله ده طبيعي، إحنا لسه في بداية النشاط، وأي شركة جديدة أكيد ما بيجيلهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب إليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحادث بساعات؟ أنا مش عارف سعادتك بيجيب الكلام ده منين. من مكالمة الصوت اللي اتسجلت لك وانت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمة صوت؟ أنهي مكالمة صوت؟ اللي اتقالك فيها احنا من امتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من امتى احنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي، لأن عارف أنت إيه، وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر، وأنت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلا، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني، هتلاقي إن هي مالهاش أي علاقة بالحادثة. بتهيألي كانت في مشكلة في الشركة. غير لو سعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد ان يوجه لك اوامر بالاسلوب الحاد ده بخصوص الشركه اللي انت مالكها؟ هنعمل ايه بقى في العشرة؟ راجل كبير قد والدي وخيره غرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بين مصر وايطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عمليه زي دي اكيد عنده مليون طريقه، مستحيل تكون مكالمه تليفون واحده منهم. مش كده ولا ايه؟ أنا كده بتحصر يا أشرف، بتفرج على نفسي. إيه ده يا جمال؟ أهدى إيه؟ إيه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ هو أنت تعرف وما قلتليش؟ أنا ما رضيتش أضايق يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها أصلاً. مسربة. أيوة جت منين؟ اتزهقت إمبارح في برنامج. ليلى برضه ها؟ وفي غيرها؟ أنا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. بتفكر في إيه؟ إديني تليفونك. الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل. احفظ اسمه كويس، مش هسجله لك، كلمه وطمنه عليا. وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه، يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي. لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه. بس اللي انا سمعته ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو. المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج. ورقة اللجوء السياسي اللي كانت حاميه اترمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، ومطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعه، من الاخر كده نظام هو اللي باعه هيقبض ثمنه من هناك. عادي، مش جديده. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن باسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عمليه زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمه دي. عارف لما كنت شفتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بوب مالك فين يعني؟ بوب
ببص الحركه زي دي كده وافكر، يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا وظهرك لسه مسنود. انا فتحي بوبو مسجل سيطره وفرض نفوذ. اه ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجه، بس ممكن في اي وقت ظهر ده يتقطم وتسلم، مش كده يا صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوبو، انا من ساعه ما عرفتك وانت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك. كل جواك ده ممكن يبقى صح ويحصل لك اكتر منه كمان. بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم، تتمسح خالص، تتدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا. بس يا بوبو اللي عايزك تتاكد منه حاجه واحده بس، ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك الا انا بوبو. ايوه يا جميل جبريل، اعمل بس اللي بقولك عليه يا اشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز نندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح. إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقت الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء، ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة. الحقيقة. اللي هو ده هنا دلوقتي صح؟ أنا مستعد، ما عنديش مشاكل. لأني خلاص. ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليك. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما بتعرفش بسبب الجرى لي إيه. وأنت ما بتعرفيش بسبب الجرى لي إيه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك منعتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وأم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكره اني اكتر واحده ساذجه في الدنيا، طلع في غيري. وتصور اني هسمعه؟ لا وايه؟ هصدقه كمان. ليلى احنا ما نعرفش بعض عشان نسمع منك اي كلمه. انتهى. حضرتك تفتكر المكالمه دي متفبركه فعلا؟ ممكن. ليه لا؟ امال حضرتك ذكرتها في التحقيق ليه؟ انا مش هاخدها دليل ادانه يا عماد. كل الحكايه بهز اعصابه. علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفة بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعة. دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفبركة ولا لأ. روق بقى. ما تخليش أبوك يشوفك كده. أبويا. من زمان ما شربتش كوباية شاي صعيدي حلوة كده. أنت قلت لي أنت منين؟ من يا باشا؟ مركز ملوي. لا يا راجل، ده احنا بلديات على كده. أنا من هنا مركز دشنة. خط الصعيد كله أهله ونسايب. يشرفنا يا باشا. علشان كده بقى كنت عايز تسيب القاهرة بزحمتها وقرفها وترجع البلد. تعرفش سعادتك أنا حفيت قد إيه عشان ده يحصل، لكن مفيش فايدة. برغم التأشيرات والتوصيات. لا خلاص. أعتبره حصل يا خميس. هكلم لك حد يعمل لك طلب استثناء من مساعد الوزير واشر لك عليه. كمان علشان جلال ابنك لما يخش الشرطه السنه الجايه ما يجيش حد في كشف الايه ويرخم عليه. وانت عارف كل ما تبعد يبقى احسن. لو حصلت يا باشا اسوي معاشي واخرج خالص. وتقطع عيشك بيدك برضه يا راجل، ده كلام. هو شغلك في ايه لا سمح الله؟
وسعادتك لو بتعرف قد ايه نفسي جلال ابني ده يبقى ظابط. ده الامل اللي انا عايش عليه انا وامه واخواته. يا سلام لو الحلم ده اتحقق ده حقيقي وحقيقي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نصفنا في الدنيا دي. هيحصل باذن الله. بص يا خميس، انا قريت تحقيق النيابه معاك وعرفت انت قلت ايه. قلت ان جمال الجبالي ما خرجش قبل الانفجار، صح؟ صح يا باشا، صح يا باشا، قلت كده. وقلت كمان لا يمكن يكون هو الفاعل، لانه لو كان هو كان هينصف في الحادثه. في حد يزرع قنبله ويفضل قاعد جنبها يا باشا؟ بالظبط، صح. الراجل ده متخذ ظلمه يا باشا. انا عارف انه زميل سعادتك وتدور على براءته. انا فاكر لما شفتكم مره في الوزاره ومره في الكنيسه. لما انت ما شفتناش يا خميس، لا في الوزاره ولا في الكنيسه. ما شفتكوش، ما شفتكوش ازاي يا باشا؟ ده اللي حصل يا خميس. انت نظرك بقى على قدك، يا دوب شفت جمال وهو داخل يوميها حط شنطه القنبله وخرج بسرعه قبل الانفجار، صح ولا انا غلطان يا ابو الظابط؟ مدام ليلى، مفيش شك انك محاوره ذكيه ومذيعه متالقه، وانا احترمت ذكائك، يبقى لازم تقدري الموقف اللي احنا فيه وتتكلمي معايا بصراحه. وانا ما بحبش غير الصراحه. ما انا بسالك اهو، المكالمه دي مصدرها ايه؟ مش عايزه تقولي لي. انا جاوبت حضرتك، قلت لك مجهول بعتها لي. مجهول؟ تقومي كمحترفه تذيعيها كده على طول؟ طالما متأكدة من سلامتها زي ما أنا متأكدة إني قاعدة قدامك بالظبط. أنا رجل أدلة وقرائن، يعني علشان تأكيدك ده يوصل لي لازم أتأكد من المصدر الأول. هو في إيه؟ إحنا في تحقيق رسمي؟ أكيد لا. أنا لما اتصلت بيكي قلت لك مجرد دردشة. يبقى خلاص، بلاش تمسك في النقطة دي. بص بقى، لو ما عرفتش اللي أنا عايزه في الدردشة هضطر أعرفه في التحقيق. وتحقيق كده من غير أسباب؟ إزاي؟ في أسباب طبعا. يكفي أقول لك إنك خبيتي دليل إدانة مهم عن النيابة وأزعتيه بدون إذن أو تصريح، يعني وما أحدثه ذلك من ضرر بالغ في إجراءات التحقيق وسير العدالة. شفت بقى ان مفيش اسهل من الاسباب لفتح التحقيق؟ طب انا هعمل معاك ديل كويس. ما بقبلش المساومات. مش تسمعوا الاول وبعدين تحكم؟ من بين الاسماء اللي اتصل بيهم المتهم اسم السفير باكت سالم. حتى دي وصلتك؟ شغلي. السفير باكت سالم الله يرحمه. الرحمة تجوز على الحي والميت. السفير سالم عايش، مستعد أخليك تقابله في بيته، دردشة برضه زي دي، بس بشرط تسمح لي أذيع وأنشر كل اللي وصلني طبعا فيما لا يعوق إجراءات التحقيق وسير العدالة. قلت إيه؟ أنا طول عمري يا جمال كنت أقول لك لما يكون عندك حاجة عايز تقولها قولها من نفسك من غير ما أضغط عليك ولا أسألك، بس المرة دي يا ابني لأ، لازم أسألك عشان أطمن. أنت في حاجة مخبية عليا؟ ورحمة أمي أنا عمري ما خبيت عنك حاجة. لأ خبيت يا جمال، هفكرك. فاكر وأنت صغير لما أنا كنت مسافر وامك الله يرحمها توفت، كنت كل ما اتصل من بره عشان اسال عليها تهرب من الاجابه وما تردش؟ فاكر؟ فاكر. كنت ايامها انت لسه عيل صغير اعدادي. لا عيل ايه، كنت راجل. يومي رحت دفنت نفسي وخدت العزم، خلصت كل حاجه، قلت لخلاني محدش يقول لك، مكنتش اقول لك على اي حاجه عشان انت كنت مسافر، عشان ما تزعلش وما تعرفش هتعمل ايه. كنت كل ما اتصل بيك من بره بقول لك اديني امك عشان اكلمها تهرب من الاجابه. مره اقول لك نايمه، ومره اقول لك عند الجيران، ومره اقول لك نزلت تجيب حاجه من تحت. ما كنتش
مش عايز ازعلك اكتر من كده عشان انت بره وسايبنا. بقيت محتار اعمل ايه؟ اضربك عشان خبيت عليا ولا افرح بيك لانك بقيت راجل وتحملت المسؤوليه لوحدك وما قلتليش؟ كل اللي بيجيلك عندي كده انا ما عملتش كده. صدقني انا مش عايزك تخاف. مصدقك يا ابني مصدقك، بس انا كنت عايز اسمعها منك انت. عايزك تطمن. انا مطمن يا جمال، مطمن يا ابني. قبل انت ما تتولد ما كناش عارفين ربنا هيرزقنا بايه، ولد ولا بنت. وانا قاعد على القهوه مستني البشاره وجم قالوا لي ربنا رزقك بولد بدر منور في جمال. قلت اسميه ايه؟ بدر ولا جمال؟ ساعتها كان الراديو بيذيع غنوه يا جمال يا حبيب الملايين للرئيس جمال الله يرحمه. قلت بس هو ده، اسميه جمال عشان يطلع زيه، عتره وراجل وشاب ما يخونش. الحمد لله ربنا نصفني فيك وطلعت كده بحق وحقيقي. كان لازم اطلع كده عشان تربيتك عم رجالي، بس معلش هي الدنيا كده، لما تحب ترزل علينا تدينا كتف، شفنا هنستحمل ولا نقول اي. لو استحملنا تزيد فيها، ولو قلنا اي تدوس علينا وتفرمنا. ما قدمناش حل ان احنا نستحمل نشوف اخرتها معانا ايه، عشان مره الجايه احنا ندوس عليها ونفرمها. معاك حق يا ابني، صح. انا كده مطمن، مطمن عليك يا جمال، عشان لما اروح لامك اقول لها وانا رافع راسي ابنك بقى راجل. مش كده يا حاج، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا. طول اللي في عمرك يا ابني. معلش يا عم رجائي، مش هينفع اثبت الناس اكتر من كده. خلي بالك من نفسك يا حاج. كلمة واضحة وصريحة لدرجة.
ليش يا جيمي؟ كلنا لها بقى في حياتك. قوم في حياتك الباقية. نت زعلان عليك طبعا. حاجة تحصل أي أب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا عاوز تريح من سيرتك. إيه؟ عامل أعصابك جامدة أوي؟ طيب لما أشوفها تتحمل لإمتى؟ لو كنت فاكر إني هريحك الليلة عشان حكاية أبوك دي، انسى. إياكش أبوك وابنك وعيلتك الوسخة كلها تولع بجاز، أنت بتاعي وأنا مش هرحمك. أشرف عم الحمد لله على السلامة. كده برضه الحركات دي حركات ايه يا ابني؟ وايه اللي حصل؟ أنا أقول لك اللي حصل يا سيدي. نازلين أنا وأنت مع جمال، بنت محامية كده طالعة راحت بصالك، هوبا لقيناك واقع في الأرض. فين عم رجائي بتاع زمان اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدف نفسها من البلكونات؟ نعم أنت وصايا. جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل والنبي ما تقلق عليه. طمنته ان انا كويس. انا قلت لعلي اقول له والدكتور قال لي ان انت يومين وهتخرج من هنا ان شاء الله. ليه؟ هو انا عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالا. يا عم اهدى والنبي يا عمي اهدى. الواقعه بس اللي انت وقعتها عملت مشكله بسيطه وهتخرج على طول ان شاء الله. الله المستعان. امال سليم فين؟ سليم في ريال خدته. أنا ما كانش قدامي حل تاني يا حاج. أهمه برضه. أشرف جمال أخوك وسليم ابنه. لو حصل لي حاجة. إيه يا عم الكلام ده؟ مش عايزك تقول الحاجات دي والنبي. اسمعني بس يا أشرف، اسمعني يا ابني. اللي حصل ده كان إنذار من ربنا عشان ألحق أوصي. خلي بالك من سليم. واسمع الكلام اللي هقوله لك جمال عنه. اللي شفت جمال قول له أبوك راضي عنك وبيدعيلك. ربنا يفك كربه وينصره إن شاء الله. مكالمة تسجل وتتسرب لو إيه بتتزع على الملأ. إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن في حد رصدنا سعادتك. تمام يا علي، عايزك تحدد لي بقى مين بالظبط. حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وباعها للبرنامج. في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس، ده هيكون خط مفتوح، واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس، وده الاحتمال اللي أبعد سيادتك. والأقرب؟ إن جهة سيادية معينة بتصفي حسابات مع سعادتك. وليه ما نقولش يا فندم إنه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقال إنه مش هيسكت. جمال يا فندم بيتعامل بسياسة حرق الأرض، يعني بيهد المعمد على الكل. علي جمال كان بيسجل مكالمات؟ معرفش، بس سعادتك ده شيء ممكن ورطه. جمال بيتصرف بذكاء، لو كان بيفكر إنه يبقى عنده أي أدلة تحميه فعمره ما هيفكر في دليل زي ده وضره أكتر ما ينفعه. البنت اللي اسمها ليلى محبوب مش كانت صاحبته زمان؟ مظبوط يا باشا، وقدمت تقرير سعادتك وقتها بكل تفاصيل الحكايه من وقت ما بدات لحد دخول الدكتور زيتون فيها. دكتور زيتون، برافو عليك يا علي، لاول مره تفتكر حاجه صح من زمان. البنت دي كانت جايه من جوار الدكتور زيتون. طب بص بقى يا عم علي، انا عايز تقرير متابعه عن ادق تفاصيل حياتها دقيقه بدقيقه. عايزها تحس انها مرصوده، بس بلاش اختراقات لغايه ما اقول لك، مفهوم؟ تمام سعادتك. وانت بقى يا بشوق، عايزك تدور على شركه الاتصالات لان هو ده الاحتمال الوحيد. تمام يا فندم. مش هتقولي لي اتفضلي؟
قبل اي حاجه انا اسفه، عارفه انك زعلانه مني وعارفه اني خالفت وعدي معاكي، بس والله يا رب. بس ايه يا نايل؟ اديني سبب واحد يخليكي تعملي اللي انت عملتيه ده. لو مش خايفه على نفسك كنت خافي عليا، ولو مش خايفه علينا احنا الاثنين كنت خافي على حق رضا، حق رضا اللي راح ولسه مرجعش لغايه دلوقتي. انا اديتك الحاجه دي وانتي عارفه اهميتها بالنسبه لي ايه كويس. انتي فاهمه وصلتينا لفين؟ فاهمه؟ طب اهدي ارجوكي تهدي. ليه يا ليلى؟ ده انا ماليش في الدنيا دي غيري، ده انتي الوحيده اللي كنت بستأمنها على كل حاجه في حياتي. تعملي فيا كده انا؟ يا روبا اللي عملته ده عملته انا متاكده انه هيساعدنا نوصل للحقيقه. انهي حقيقه؟ انتي بتدوري على حقيقه احمد الطوخي بتاعك بس، لكن حقيقه رضا ولا على بالك. طب اسمعيني بقى، انتي السيديهات دي عندك من امتى؟ ارشيف تسجيلات بحاله مخزناه في بيتك من ساعه ما رضا اخوك اختفى، صح؟ يعني فكره الخطر دي انت حطاها جوه بيتك وعايشه معاها عادي ومش جديده. انتي مالك؟ مالك؟ اسمعيني اسمعيني، انا كان لازم اعمل كده لمصلحتي مش هنكر، بس كمان لمصلحتك. انا عرفت رضا اخوكي واشتغلت معاه. رضا كان عنده نفس المشكله اللي عندك، يفضل اي دليل تحت ايده يتعب ويسافر ويدفع فيه فلوس لغايه ما يجيبه، واقول له يا رضا استغله وانشره واكشف الحقيقه، كان دايما يتردد لغايه ما غيره يسبقه. انت فيكي نفس الطبع، لازم حد يجبركم انكم تاخدوا الخطوه. يبقى كنت عايزاني اعمل ايه؟ يا روبا ما تخافيش، احنا اللي ضربناهم الضربه الاولى وفاجئناهم، وهنجبرهم يساعدونا نوصل للي احنا بندور عليه. انا مش ناسي حق رضا، اوعى اسمعك تقولي كده تاني. اللي ملاحظه انك بدات تفقد اعصابك. ولا بفقد اعصابي ولا حاجه، احنا عدينا بحاجات اصعب من دي بكتير وانت عارف. اللي عملته في الضابط ده ما كانش ينفع. معلش يا علي، اصل قليل ادبه كان لازم يتربى. واديك ربيته وطمنتك على ابوك، ما تروق بقى لغايه ما نشوف لها حل. انت كل مره بتيجي تسمعني نفس الكلمتين ومفيش حاجه بتحصل. يا جمال، الدنيا مقلوبه بره، وانت اكيد عارف اللي البنت المذيعه عاملاه، وقبل منها تولين، فاهم طبعا اللي اقصده. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عارف يا جمال، كل مره بتورط نفسك بسبب اللي تعرفهم، ما بتسمعش كلام حد. عندك حق، عشان كده انا قررت اسمعك، بس المره دي بقى وانت بتتكلم عايزك تعلي صوتك قوي. انت بتتريق بقى؟ لا خالص، بس انا مش عايزك تعلي صوتك ليا، انا عايزك تروح تعلي صوتك في النيابه وتقول لهم احنا مين. عايزك تقول لهم انا وانت شغالين ايه ولحساب مين. عايزك تروح تقول لهم ان انا وانت كنا في الكنيسه، انا عملت ايه وانت عملت ايه. يا علي الكلام مفيش اسهل منه، بس ساعات السكوت بيبقى مهم قوي. بس خلي بالك انه مش على طول. وانا مش ساكت. عملت لي ايه؟ عملت لي ايه من ساعه ما دخلت هنا؟ مشوار عمال تقضيه رايح جاي وخلاص، ليه النهار عمال بتديني في نصايح؟ يا علي يا علي، انا لو بفقد اعصابي كان زمانك انت وابو العزم وناس كتير مشرفين مكاني. طريقتك دي مش صح، واللي حصل معايا اكبر غلط. يا جمال، ابو العزم بيتحرك. وانا كمان بتحرك. الحكايه مش سباق. عشان انت بره شايفها. يا جمال، يا علي، لو مكاني هتعمل ايه؟ هارب. يبقى بيني بره المره الجايه.